مشاهدينا إلى هذا العدد الخاص من ورود الوطنية، عيد سعيد لكم أنتم سيدات الجزائر. المرأة هي الأم، الزوجة، الأخت، الإبنة، هي حواء. فماذا كان أن يكون لولا كان العالم دون وجود المرأة؟ يلا مشاهدينا، راح نرفقكم في هذا العدد الخاص لإنضمة قناة الوطنية على شرفكم أنتم، شرف المرأة الجزائرية. واللي راح ترفقني في التنشيط زميلتي المتألقة الناجحة المثابرة خديجة معريش. أهلا بك خديجة. مرحبا بك سمية، وشكرا يعني على هذه الجمل اللي يعني كي نورتنا بالورد. شكرا انت ايضا، دائما منورتنا الاستوديو. شكرا. ما ننساو يعني عيد سعيد لكل نساء العالم عامة وبالخصوص الجزائريات، وتحية عطرة لنون النسوة. كل عام وحنا بخير، وكل عام وحنا يعني نقدموا الأفضل لنفسنا ولبلادنا. وأكيد المرأة الجزائرية دائما تقدم الأفضل، وكل واحدة في مجالها. طبعا حاب نرحب بضيوفي اللي راهم حاضرين معنا اليوم، طبعا ضيوف من نوع خاص، كلهم سيدات وكل واحدة منهما متابرة في المجال ديالها. إذا أسعد اليوم باستضافة بطلة أولمبية، بطلة عالمية اللي راهي حاضرة معنا اليوم، الرياضية رميسة الأبيض. مرحبا بك. مرحبا بك. مرحبا بك اختي، شكرا على هذه الاستضافه. مرحبا بكامل اللي راهم معنا. يسلمك حبيبتي، عيشك شرف ليا. نقول عيد مرأة سعيد لكل نساء العالم، وخاصة اليوم نساء عيدنا الجزائر. يعني الحمد لله، الحمد لله. نورمالمون كل يوم عيدنا، بصح معليش. أكيد المرأة كل يوم عيدها. نورمالمون معليش. نعم. نرحب كذلك باللي زينتنا هذه الطاولة ديالنا. وش نقول لكم، ماذا لولا حواء لما تزينت الطاولة بهذا الإبداعات. رايحة معنا اليوم صانعة الحلويات أمينة أوتسمان. عيد سعيد ومرحبا بك معنا. عيد سعيد حبيبتي، كل عام وانتم بخير. شرف لي أن نكون معاكم اليوم. شرف لنا. نشكرك على حضورك معنا. كل عام وانتم بخير. شكرا، ونشكر كذلك على هذه الحلويات. عفوا حبيبتي. شكرا. نعم، كذلك المرأة كما قلت لكم كل واحدة في مجالها. نروح إلى مجال الفن، الديكور والتصميم الداخلي. طبعا نشكروها جزيل الشكر اللي صممت لنا هذا الديكور الخاص بيومكن أنتم، يوم 8 مارس يوم المرأة. مرحبا بك معنا اللي رايحة حاضرة معنا اليوم، ابتسام فلاح مصممة الديكور. ميرسي تعيشي اختي، ميرسي على الانفيتاسيون، يعطيكم الصحة. كان شرف ليا ننظم لكم هذه القاعدة. ولا شرف لينا، شرف لينا. يعني زينتيها يعني بتعيشي يعني الأشياء، لكن شابة بزاف. شكرا لك. تعيشي الله يسلمك. نعم. شكرا لك. بعد شبوع الضاوية عيشك، نور ياماتك إن شاء الله. نعم، إذا رميسة بالأبيض بطلة أولمبية عالمية، تحصلتي على ميداليات عديدة في القفز الطويل. نعم الحمد لله. نحكي شوية على مشوارك الفني، لأنه ماشي بالسهل المرأة، يعني خاصة المرأة الجزائرية، تتحدى كل الظروف والصعوبات. والله يبارك عليك، يعني شرفت الجزائر وكنت فخر. نعم، يعني احكي لنا عن التجربة ديالك يعني في هذا المسار الرياضي اللي تقومي به. يعني كما قلتي، واعرة تكون المرأة الجزائرية دير الرياضة. الحمد لله انا كنت يعني في عائله رياضيه، الحمد لله لي بارون تاعي كما يقول لك كانوا على سورتو مون بار كان حاسم اللي كنت صغيره، كان واقف عليا ويقول لي باذن الله حتكوني بطله. يعني كان الدعم ديالك. نعم. لا لا الحمد لله يا ربي. وملي كنت صغيره، يعني انا كنت نسكن في بومرداس، كان يجيبني من بومرداس حتى الخمسة جويليا باش يسناني ندرب ويعاود يرجعني. الحمد لله لحقتي. الحمد لله. لا لا الحمد لله، والله غير الحمد لله. سيتي با فاسيل، سيتي فريمون ديفيسيل، مي الحمد لله قدرنا ربي والحمد لله ما خيبتش امل الاب تاعي. الحمد لله. واليوم راكي مثال للمراه، المراه المثابره، المراه الناجحه، البطله العالميه. نعم، خاصة انه رميسة يعني عندها بنت ما شاء الله عليها. يسلمك يا عيشك. نعم، يعني كيفاش قدرتي برك يعني توفقي بين حياتك يعني الرياضية وحياتك الشخصية؟ والله غير يعني باش نكذب عليك، لدرك مازالني نسوفري، بصح الحمد لله. لازم شوفي، لازم تبرمجي وقتك. شوفي تباتي فاطمة مع الطفلة الصباح تنوضي. الحمد لله كي كانت صغيرة كانوا معاوليني عائلتي، ودركا مع عائلة الزوج تاعي معاونيني فيها. نوجه لهم تحية كبيرة. اللي نوجه لهم تحية كبيرة. يعني الوقت اللي ندرب لازم نخليها واحد
كانت صغيره ما دخلتهاش لاكريش حتى لاج دو 2 ans دونك نخليها عند ماما ولا لو طون اللي نروح نونطريني ونعاود نولي. بنتك دارين؟ دارين. تحية كبيرة. نعم. نوجه لها تحية كبيرة 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 ونقول ربي يعيشها. ان شاء الله يا رب يحفظ كامل الاطفال ان شاء الله. في اعلى المراتب. ان شاء الله بنات تكون بنات تتبع. نعم تتبع يماها ان شاء الله يا ربي. تتبع الاب ديالك. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. نعم نروح لزينتنا اليوم البلاتو ديالنا. نعم ابتسام. ابتسام اليوم رانا نشوفوا انه مصممي الديكور يعني ولات من الشائع او اصبحت على الموضه يعني ولينا نشوفوا حتى اليوم الناس او الجزائريين بالتحديد ولات عندهم هذه الثقافه انهم يستعينوا بمصممي ديكور باش يحيي الحفلات تاعهم ولا حتى الاحتفاليات تاعهم خاصه في البيوت. يعني اليوم راك عملتي لنا جو. نعم يعني في عود يروحوا بالك لي سال دي فات ولا يعني ولاو يعني يبريفيريو انه يقوموا بحفلات في البيت. نعم. في داني طون مع الكوفيد صافي ولات بزاف هذه العفسه كاينه. صغير تبحيه نعم ملك ابتسام برك عطينا برك كيفاش جاتك الفكره انه تدخلي في هذا المجال ديكورات. ديكور فن صافي ملي كنت صغيره كانت عندي موهبه تاع باش نظم حفلات هكا قعدت معايا ملي كنت صغيره. ابخي جبت لا ليسونس تاعي اون مات مي ما كملتش في الكوتي هذاك كملت في الموهبه تاعي وطورتها بشويه بشويه ودوكا الحمد لله يعني انا نشوف النتيجه قدامنا. نعم وربما الفتره تاع كوفيد 19 لما جات شفنا انه الله يبارك يعني كانت خدمه ربما المواهب. نعم. والهوايات فربما كانت نقدروا نقولوا فتره باش تزيدي تبدعي اكثر. اي ثم البروجي تاعي اللي فريمون كلي بدا وصافا الحمد لله جوسكا ميتنو ولاو الناس بزاف عدد قليل تاع اللي عدد قليل اللي راهو يعمل هاد التصاميم او فن الديكور عموما. لا لا راهي بزاف يديروا دورات وراهي كاينه الناس بزاف خرجوا ولاو يديروا ديكور. وعلى اي اساس يعني حتى شفناك تختاري الالوان بعنايه الاشكال كل حاجه تعطي لها حقها وبدقه يعني نقول وبسلاسه. تعيشي سا ديبون لو تيم زعما كيما اليوم عندنا بمناسبه عيد المراه بمناسبه نتحي عيد سعيد لكل النساء الجزائريات صافي خيرنا لو غوز خيرنا الورود اللون الوردي اللي حبوه كاع النساء. نعم نعم على حسب طلب الزبون نسيو دائما نكونوا نرضيوه. لكن كيفاش بك تتعاملي مع الزبائن يعني كل انسان وكل زبون عنده ذوق خاص به خاصه في الديكورات لكن لما واحد يجي لعندك يقول لك اني حاب زعما الديكور يكون كيما هكا وبالك البلاصه اللي حبها الديكور هذاك ما يخرجش على ديك البلاصه يعني كيفاش حتواجهي هذا المشكل معاه. عندها حب بزاف في مواقف هكاك من سيو دائما نصيبو سوليسيون باش نرضيو المهم الزبون يكون راضي يخرج من عندنا. نعم اكيد. حواء كذلك مشاهدينا صالحات اللي كل جميل وهذا امينه عثمان زينتينا كما قلت اليوم الطاوله تاعنا. نعم درتي لنا جاتو خاص كتبتي فيه تبنيه خاص بمناسبه عيد المراه. نعم ونشوفوا انه اليوم يعني لاير كيك ولا ديزاين كيك ولا مطلوب بكثره. نعم سورتو في الوقت اللي رانا فيه ولا بزاف عليها طلبيات. يعني يجي الزبون يعطيك مناسبه معينه. نعم يقول لك نسحق شكل معين رسم على معين على حسب المناسبه اذا كانت خطوبه عرس عيد ميلاد كل واحد وكيفاش يحب. واش تاخذي يعني الديكورات كي يجي عندي زبون من داك هو يمد لي الديكور هو يجيب لي لو تام انا نطبق وكاين اللي يقول لي انت يا خيري لو تام كيما تحبي يعطيني يعني لو شو عليا. يعني هل قريتي في مدارس يمكن تكوينات عن هذا المجال؟ نعم عندي ديبلوم في الكيك ديزاين وقريت درت دي فورماسيون عليه. هل كاين عندك يعني حب لهذا المجال ولا يعني شوفي اي نعم. مهنه تخدميها لو كان ما يكونش عندك حب ليها ما تقدريش تنجحي يعني خاصه نعم. في الطبخ يقول لك بلي نحب ندخل كوزينه نحب نطيب يعني شوفي اي مهنه فورما اللي ما حبهاش الانسان ما يقدرش ينجح فيها ما يقدرش يتقنها ما يقدرش يبدع فيها لانه الابداع ديزاين كي نقعد قدامه نخدمها بطريقه خياليه يعني نفنن فيها حتى يعني تضيفي لها حب فوالا نعم وهذيك الحاجه اللي حتخليها تكون مليحه. نعم
نعم، كذلك نحب نقول فقط يعني أمينة وابتسام يعني ناشطات عبر لي بلاتفورم، ناشطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش راكم تتواصلوا يعني تلقاو وقت باش تتواصلوا مع الخدمة تاعنا متعلقة بالتواصل؟ الصفحة تاعنا الخدمة عفوا تاعنا متعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي، يعني بزاف يجونا الطلبيات منها. نعم ابتسام في المواقع ثاني كي يشوفوا الناس لا بوبليكاسيون تعجبهم يبحثوا لك. اصبح موقع التواصل الاجتماعي يعني وسيله لهذا العمل. نعم خاصه في جائحه كورونا يعني شفنا بزاف ناس يقولوا بزاف في كوموندي ومن الانستغرام من الفيسبوك. نعم مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك نروح لبطلتنا رميسة. رميسة واش تعني لك بايا رحولي؟ قدوة تاعي بايا رحولي سي القدوة تاعي باسكو انا ديجا كي بديت كانت هي كبيرة، كنت نقول لهم ان شاء الله قدرني ربي نولي كيما هي. اكزاكتومون نولي كيما هي قدرني ربي، مام كي جابت دراري وبقات كانت مازالها بطالة ومازالها دير الرياضة، كنت نقول لهم يعني ما شاء الله، لان المرأة الجزائرية معروفة انها غير تتزوج خلاص الرياضة خلاص تقعد في الدار تربي. باغ كونطخ هي كانت مزوجة الله يبارك وعندها دراري وتجي للسطاد وتجيب البيبي تاعها كيما راكي دوك معاها اي بلا ديفيرونس ما نديش انا بنتي باسكو نخاف عليها بزاف. نعم اكيد وحيدة عندك وحدة. لا لا الحمد لله يا ربي. دونك كنت نقول لهم يعني بإذن الله ندير كيما دير هي والحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله رميسة الإرادة. لا الحمد لله العزيمة والإرادة. نعم خاصة يعني النساء احنا عندنا هذيك العزيمة هذيك كونوا حابين حاجة نلحقوا لها. نعم وانت رميسة بالعكس يعني باين باللي تحبي الرياضة بزاف ولهذا فتحتي سال دو فيتنس. انا عمي في الطوالي عندي سال دو فيتنس طوالي يعني ما الزوج تاعي كان رياضي دونك سي اللي هي يعني الاسم تاعها فلاش فيتنس. فلاش فيتنس نعم سطوالي يعني تالمو نحب الرياضه ماذا بيا المراه الجزائريه دير الرياضه. نقول لهم ميم كي يجوا الناس يسقسوني وكامل نقول لهم انا تالمو نحب نفرح كي وحده تبدا وتقول لي يا لقيت ريزولطا يا رميسه هذيك هي فرحتي انايا ولا غير هذيك هي فرحتي. دايغ ميم تقدري تقولي لي بخي اللي نديرهم سامبوليك المهم نشوف المهم تشوفي المرأة تعمل رياضة كي خلاص هذاك الشهر وتقول لي راني شينت راني هكذا راني فرح سي بون هذاك هو لوبجيكتيف تاعي أنا. نعطي فقط العنوان للمشاهدين باش اللي يحبوا يلتحقوا بها في ميموزا بالتحديد. بيان سيغ مرحبا بهم في ميموزا جوست مور حمام النجم. وراكي تروحي رميسة تحضري كل يوم كل يوم كل يوميا باسكو كاين بون وقت نسا وحده وقت الرجال وحده منين يكون وقت نسا العشيه دائما نروح لا بريزونس تاعي. دايغ ميم هما يقولوا لي كي نشوفوك تعطينا ديك الاراده الاراده ايه ما نروحش نكون دي فوا دي ستاج في ليتونجي ولا يقولوا لي بلاصتك خليتيها. نعم لكن سوم عفوا يعني هنا يقول لك سوريا رميسه. نعم رميسه كيفاش يعني توفقي بين التدريبات ديالك يعني تقوم بتدريبات في 5 جويليا نعم ومع لا سال دو سبور تاعك؟ شوفي يعني انا عندي ان بروغرام نوض الصباح بنتي نبعثها لا كريش من تم نروح ديريكتومون لونترينمون دايغ كل يوم يقول لي راكي رطار راكي رطار نكمل الحصه تاعي عندي الفطور بديت سياست الى قدرت العشيه من 5 للـ7:30 راني في لاصال تاعي يعني ما شاء الله دي فوا لا لا الحمد لله يا ربي موراها تروحي للدار الطيام حياتي اليوميه اكزاكتومون الطيام الشغل ربما يعني المرأة في كل مجالات تاعها مليح انه تعمل هكذا يعني روتين يومي أكيد. وما تكرهش منه كما رميسة قالت لك نجوزو في الرياضة نجوزو في الطبخ. لازم تكون الإرادة كي تكون انا في الطبخ في العالم في الطبخ أمينة ابتسام في الديكور في اللمسات يا أم كيف كيف نعم بالخصوص يعني عيد المرأة كيفاش تجوزوه يعني في هذاك اليوم نعم نعم سا ديبون كل خطرة كيفاش تي لي ديرني تو كنا كوفيد صافي ما خرجناش نجوزو مع خدمة والعشية واش تعملوا؟ العشية نخرجوا هكا اونتخ فام مع الأطفال الزوج العائلة اون جينيرال. نعم رميسة كيفاش تقضي أنا موالفة كل عام ندير أن إيفانمون سبيسيال تاع 8 مارس في الصالة تاعي اللي مازالها مرتبطة رميسة بالرياضة جورني سبيسيال بوغ فام ندير لهم دي سيونس دو زومبا ليسونسيال يجوا يزهاو يديروا سي دي سيونس غراتويت وموراها كيما قالت لك نخرجوا مع العائله نتعشاو
ونحن نرقدوا باش غدوة إن شاء الله يعاود. لكن سؤال يعني وشنو يعني أغلى هدية جاتكم في عيد المرأة؟ ما كانش تحياتكم كل عيد المرأة ما كانش لك هدية يعني هدية كنت تشوفيها يجيب دي فلور دي شوكولا. أنا باسكو عندي 14 فيفريي عرسي وعيد الحب 21 فيفريي عرسو 28 فيفريي لانيفيرسير تاعي كل يوم هاتي سمع تجيب الزهر نعم هو يلمهم كامل ويديرهم على دربه نعم وتبتسم وبالمناسبة عيد ميلاد رومانسي اكزاكتومون وابتسام يعني لي فلور سورتو الحاجة اللي نحبها لي فلور الورود الورود هي حاجة أي مرأة تحب الورد لي فلور أمينة واش أغلى هدية جاتك الورد كيف كيف الورد كيف كيف الورد نقدر نقولوا انه ولا طبعا عطر 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 نعم من عاشقات العطور نعم اكيد نعم ونقدر نقولوا انه المراه تستاهل كل يوم هديه مش فقط يومها العالمي نعم اكيد نعم نعود نولي ليك ابتسام فقط بالنسبه للديكور نشوفوك انك راكي تعملي تحف يعني تحف فنيه نعم بلك لما نشوفوها وحدها هكذا ما راحش تعجبنا بنفس الطريقه كيفاش راكي تصميها نعم كيفاش تحاولي تنسقي بين الالوان كيفاش تحاولي تعملي البصمه تاعك قلت لك لا ديكوراسيون فن صافي تفني فيه سا ديبون واش يكون اغلبيه على حسب طلب الزبون نعم لكن ابتسام هذه هي مستوحاه يعني من ذهن تاعك ولا تقليد نوعا ما لا مش تقليد قلت لك موهبه ملي كانت عندي صافي دائما نحب ندير هذيك اللمسه تاعي طيب ابتسام وشنو هي الاكثر ديكورات طلبا اليوم في الجزائر الالوان مثلا اي سا ديبون اذا كان لك. قلت لك سا ديبون لو تيم سا ديبون ليفينمون اذا كان سما فيونسا يحبوا دو روز روج كل خاطره كيفاش يكون يعني يختلف عفوا بالكسومية لا تفضلي هل يختلف يعني الديكورات بين يعني مناسبات يمكن عرس كاين احتفالات عيد الميلاد يختلف الديكورات ولا نعم يختلف باغ اكزومبل لانيفيرسير كامل نديرو دي بالون كيما هكا و لي فيونساي هكا لي روز اي تو نعم كيما رانا نشوفو اليوم راهي الحذا شبحت هذا الكسان شكرا نعم شكرا مرة اخرى ابتسام فقط نذكروا الصفحة تاعك عبر لي بلاتفورم هكا الناس باش تتواصل معاك انستغرام تاعي ماريا ايفنت ماريا ايفنت مام فيسبوك تاعي ماريا ايفنت نعم نقول للمشاهد سيدات فقط سيدات نعم المشاهدين اللي راهم يتابعوا فينا نعم عليهم الى يلتحقوا بالصفحه تاعك ويشوفوا اكثر من هذا يعني ان شاء الله ان شاء الله كاين بزاف المدار امينه اوتسماني نعم نقدروا نقولوا انه امينه ما تصنعيش فقط لاير كيك ولا ديزاين كيك وانما حتى الحلويات التقليديه نعم نقولوا انه اليوم الحلويات التقليديه راهي في تطور ولكن كاين اللي يحب يحافظ على الشكل تاعها يزيد لها رتوشات فقط وكاين اللي بدلها يرجعها عصريه انا يجوني بزاف ناس يقولوا لي نحبوها تقليديه ما تبدلينا والو كما كانت زمان نخدم لهم على حسب واش يحبوا وكاين اللي تحب تقول لك ديري لي حاجه تخديسه حاجه جديده عصريه لكن انت يعني تحافظي على لمسه تقليديه نوعا ما على الحلويات شوفي انا نخدم على حسب طلب تاع الزبون الا حب حاجه تقليديه ندير له حاجه تقليديه والا حب حاجه عصريه ندير له كيما يحب يعني على حسب رغبات الزبائن نعم على حسب الطالب نعم وبزاف اللي يحبوا التقليدي نعم خاصة يعني يحافظوا على هذيك اللمسة التقليدية الجزائرية بالخصوص نعم أنه شوفوا في العراس هذيك اللمسة التقليدية تقولي ديري بقلاوة تخديسونال ما ديريليش بقلاوة عصرية نكملوا معكم مشاهدينا نتوجه ليك رميسة رميسة يعني عملتي تصريح مؤخرا وقلتي انه رياضه العاب القوى راهي محقوره في بلادنا يعني في الجزائر اكيد تشوفي انه رياضه العاب القوى راهي محقوره بكل صراحه نعم رياضه العاب القوى محقوره بارابور لي زوتر سبور ايضاً بارابور للفوت محقوره باسكو شوفي حنا الجزائريين يتبعوا بزاف الرياضه الجماعيه كيما كره القدم يعطيك الصحه الرياضه الفرديه ما يسمعوش بها ما زياده الوغ كو العاب القوى هي ام الالعاب نعم اكيد طبعا نشوفوا فيها نعم
خاصة أنه خرجت أبطال. اكزاكتومون نعم. منهم حسيبة أبو المرقام ورسلين نحييهم. طبعا نوجه لهم تحية. اكزاكتومون بايا رحولي توفيق مخلوفي وشحال 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 ودائما في الألعاب الأولمبية هي اللي تفرح الجزائر. نعم بميداليات نعم. أكثر من كامل الرياضات الأخرين. حتى يرجعوا للجزائر حتى بميداليات ذهبية ما يكتفيوش فقط بميداليات فضية ولا برونزية ولا. بصح مالوغوزمون محقورة. نعم رميسة يعني في كل رياضة يوجد مشاكل. لكن كيفاش تقدري تواجهي المشاكل والصعوبات نوعا ما اللي تواجهك في مسيرتك الرياضية؟ العمل. العمل 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 ثم العمل. العمل ثم ديجا أنا جافي أن بروبليم لا بيريود اللي زيت سيتي الكورونا وديزناف عامين وأنا حابسة. عامين وأنا حابسة لونترالمون لا كي وليت أشي كاع. واش ولات هادي خلاص حبست واش جابها مي تالمون كنت كان عندي ان اوبجيكتيف الحمد لله وليت كيما كنت الحمد لله. لا الحمد لله يا ربي وان شاء الله مازال خير قدام ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب. كي يكون عندها اراده وعزيمه. طيب لو كان يكون عندك نداء للسلطات ولا بالنسبه للالعاب القوى او رياضيي العاب القوى واش توجهي لهم نداء؟ نداء اللي نوجهو نقول لهم انه يزيدوا يشوفوا اكثر الالعاب قوى. الحق ما نكذبش هذا العام كسوسوا رئيس الفيدراليه ولا وزير الرياضه جديد هم دايرين دي ستاج باش نوجدوا العاب البحر الابيض المتوسط سورتو حيديروهم في وهران في بلادنا. لا الحق هذا العام راهي خير من الاعوام اللي جازوا راهم يعني في تحضيرات كيفاش تحضيرات. لا الحمد لله راهم دايرين دي ستاج دي ستاج بلوكي صح هنا في الجزائر ماشي في الخارج بصح لو فات لي شغل عم بالك بلي كاين ان ستاج بلوكي تخدمي فيه نقولوا تاع 21 يوم ولا تاع 30 يوم ومن بعد يعطوك وقت الراحه مع العائله 20 جوغ واحد اخرين وتعاودي تدخلي ان اوتخ ستاج. ديجا هنا البرمجه تاع التدريب تاعك وباين ماشي كيما راكي قاعده كيما يقول لك هنا ديجا يعاونوك انك ما تروحيش طيبي الفطور وطيبي العشاء وطيبي تسمع من بالك بلي حتتدربي غير التدريب ما كانش حاجه واحده اخرى. ديجا من هذا الكوتي الحمد لله لي ستاج اللي هم دايرينهم هذا العام الحمد لله يا ربي ان شاء الله برك يكملوا هكذا ويزيدوا يشوفوا الالعاب الفرديه الاخرين الرياضات الفرديه الاخرين ماشي غير حنايا هذا ما كان. نعم مزيد من التالق ان شاء الله ان شاء الله في حياتك حبيبتي. نعم رويسه واش راكي تخدمي ولا واش راكي ديري باش تحطمي الرقم القياسي؟ العمل العمل واش راكي والله شوفي الرقم القياسي له دركا تاع بايا رحولي ان شاء الله يعني مش ماهوش ساهل واعر ذكرينا فقط والله العظيم راهو في لا ما خفتش نكتب 6 امتار و75 يعني رقم رقم قوي سباقا يعني لحقتي له 6 امتار. لا لا انا ديجا الويكاند باسي درت منافسه درت فيها 6 امتار و17 وانا الرقم تاعي الرقمي الخاص المليح 6 امتار و56 يعني ما كاينش بعيده يعني صح على بالك ما كاينش بعيده بصح كيما يقول لك 1 سنتيمتر عنده خدمه نعم. تاع شحال اكيد نعم. هكذا كي تهضري تقولي سي ريان في متر ولا نص متر بصح باش تلحقي لهذيك النص متر يعني لازم ان شاء الله هذا العام الجد والمثابره نعم. ان شاء الله يا رب يكون يوم الاخر ان شاء الله فال خير عليك وتحقي ان شاء الله يا رب ان شاء الله القياسي نعم. ابتسام فلاح نعم قولي لي ابتسام لما تروحي باش تقتني هذا نقول لهم تحفه الله يسلمك تروحي باش تقتني هذه التحف كيفاش تخيريها يعني تشوفي على حسب المناسبه ولا تشريهم يعني عشوائيا وكي تلحقي للبيت تقولي هذه نديرها في هذه المناسبه وهذه في هذه المناسبه كلمينا كيفاش اليوم كي نزلتي على السوق باش تقتني هذه التحف جينيرالمون على حسب الزبون وش يحب روح نقضي له نقضي على حسب وكاين ربما تكون متواجده عندك وكاين اللي تبدا بها لا باز ماتيريال اولويات اللي نبدا بها اولويات نعم وما تكاكي تزيدي واش نعم تروحي تشوفي واش تزيدي ربما روتوشات ولا واش تضيفي داكور نعم وتشوفي على حسب الالوان انا نشوفه ذهبي على فضي تستعملي الوان لا باليت دي كولور وتشوفي يعني تكوني دارسه تناسق الالوان
نعم هذا يكون يعني اهم شيء في الديكور. في الديكور انك قلت لك كان عندي موهبه ومالك حبيت نطور هذه فورماسيون، ومناسبه نشكرها اللي دارت لنا فورماسيون حجي لبنى يعطيها الصحه. نعم نقولها عيد مرأة سعيد. هي كذلك مرأة. نعم ومبدعة. مبدعة اللي علمتنا فريمون من قلبها ولات لنا أساسيات تاع هذه المهنة. ما بديناش قبالة. صافي بديت منها اللي بديت. نعم. ابتسام كاين يعني مشاهدين راهم يتسألوا دوكا يقولوا على الثمن ديكور لا كي تخوف مباه يعني. كاين بزاف يعني يحبوا يديروا لي زانيفرسير لكن يتردوا في الثمن. نوعا ما يعني هل هو باهظ او يعني لا الثمن معقول والثمن ما يكونش محدد. تعرف ديفوا بزاف لي كليون يجي تقول لك لو بري ما تقدريش تعطي ثمن قباله على اي اساس اساس لو تام نوبر دانفيتي لو ليو اللي حد خدمي فيه بايزوم. حنا من بليده ديفوا دي بلاسيو حتى الجي صافي حتى المسافه تلعب دور. نعم تلعب دور باسكو يكون كاين ترونسبور صافي ما يكونش كاين بري بصح ثمن معقول متناول الجميع. نعم ويقدر ربما زبون ولا زبونه تجي عندك تقول لك عندي مبلغ معين يعني عندي بيجي معين انا تخدمي على حسابها على حساب يعني تخدمي لها على حساب نخدمو نخدمو هكذا على حساب صح قليله قليله هذيك العفسه ما يديروهاش كامل ما يحبوا يكون لو بري وانت تخدمي عليه فيخليو لك الاختيار ليك يقولوا لك برك خدمي لنا حاجه شابه يديروا فيها ثقه تامه. نعم ثقه نعم خاصة كي يشوفوا ديكورات ديالك يعني. نعم ما شاء الله الله يسلمك تعيشي. أمينة أمينة عثمان اليوم نشوف هاد الحلويات التقليدية نروح مثلا نحكي على الحلويات اللي جبتيها لنا اليوم أني نشوف اللي حافظت على التقليدي يعني. نعم إيه نعم حافظت على التقليدي كيما هادوما كيكات حنيونات 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 ولا كاين ولا كيكات كل وحده كيفاش حتى على حسب المنطقة تختلف كل واحد كيفاش كيكات حنا نعيطوا لهم حنيونات. نعم ونشوفوا ايضا انه الديكور دائما يدخل في اي حاجه اكيد اكيد. نعم فحتى نشوفوا هذا الكيس هذا الورده اخترتي الالوان بدقه امينه اكيد انا شوفي الديكور ميم الديكور يعتمد على الزبون تقول لي ديري لي ديكور فوالا ديريه لي روج يعني حتى في الحلويات حتى في الحلويات تحب باغ اكزومبل كيما انا جي كيك هكا تقول لي ديرها ديكوراسيون غاز نعم في الكيك يعني مفروغ منها انه يسحقوا لي موديل لكن في الحلويات اذا كان زعما باغ اكزومبل بيبي تقول لك ديريه لي بلو واذا كان بنت ديريه لها غاز على حسب نعم. المناسبه على حسب المناسبة يعني. المناسبة نعم. طيب هنا ايضا هذه الحلوه مقروط نشوف غوايال دائري هذا اسمه مقروط غوايال مقروط غوايال هذا شويه بخيستيج شكل جديد شكل جديد انا نعرف المقروط الشكل تاعو عادي المقروط بخيستيج نعم وعنده قولي لي نفس المذاق تاع المقروط اللي نعرفه شوف يتبدل شويه ماشي نفس باينكس المقروط اللي نعرفوه الحشو تاعو يكون بالغرس تمام هذا باللوز عصري عصري نعم بخيستيج نعم هذه ثومة هذه عصريه عصريه هذه زمان ما كناش نشوفوها هي مخدومه بالكفته يعني باللوز يبانوا يشهوا حتى الرائعه راهي تطلع يعني نعم نعم الكفته ولا يقولوا لها كذلك توميه ايه توميه حلوه التومه حلوه التومه نعم شوفوا الله يبارك اليوم الحلويات يعني راهي في تطور نعم 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 رميسه قولي لي تدخلي للطبخ كيفاش لازم الحلويات كيفاش واحد تكون امراه بلا طبخ لانه على بالك حنا عندنا واحد النظره يقول لك امراه رياضيه ما تدخلش للطبخ وشكون اللي طيب لك وشكون اللي تاكل تاكل المراه تاعك نعم شوفي يعني ما نكذبش قبل ما نتزوج كانت الام تاعي اللي نوجه لها تحيه هي كما يقول لك الايدل تاعي الاولى كامل كانت تقري وتطيب و ما تحبش دونك كنت انا صغيره في الدار ناكل نرقد ما عنديش نوطري ناكل بيان سور بصح كي تتزوجي كانت تقول لي ماما روحي تعلمي روحي وحنا قسنطينيين الاصل الله يبارك يسلمك يطول في عمرك روحي لي تراديسيون روحي تعلمي روحي نقولها سهل سهل حتى قسنطينه بالحلويات يعني معروفه بالحلويات ديالها نعم الحمد لله روحي تعلمي انا ما ندوملكش روحي نقولها سهل سهل ومن بعد والله غير كي تزوجت الو ماما باتي لي لاغوسيت يعني تعلمتي كيفاش ندير مي دركا الحمد لله صح او ديبي سيتي ديفيسيل مام كنت كاين مزيه كاين اليوتيوب ثاني اوسي
باسكو ما لازمش ديري لا لا ميم يوتيوب الحق ديري لا غوسيت كتبي واش راكي حابه ديري تخرج لك غوسيت مي درك الحمد لله يا ربي. حتى المراه نقولوا انه مسؤوله يعني ما تخافش باش تغوط يعني تخوض هذا الغمار يعني تكون في مجالها تخدم من بعد الزواج يعني كما يقولوا المراه كل سبع بصنعه طبعا تكمل نعم وتكمل في المجال ديالها عادي بيان سور لازم اون با لو شوا المراه دائما متبره اون دو اسيمي خلاص كون طون بوان شوا خلاص تتزوجي تجيبي دراري لازم تقعدي قد المسؤوليه قد المسؤوليه نعم. خديجه واش تعملي في 8 مارس اليوم شديناك هكا هنا يعني خدمه كيما نقولوا احنا خدمه يعني 8 مارس دي فوا نجوزها خدمه دي فوا في الدار دي فوا مع الزامي نعم نعم مع الاصدقاء يعني كل خطره بين اليوم صحت لي في الخدمه اليوم في الخدمه نعم نعم يعني كي نشوفكم هكا قاعدين هذيك الايام فيها نعم نعم. طيب اليوم عيد كنا يعني عيد السيدات اللي راهم يتابعوا فينا ما نقولش فقط في الجزائر وانما في العالم نعم. يعني نعم حتى دول الاشقاء اللي راهم يتابعوا فينا واش رايكم نروحوا نلعبوا لعبه خفيفه نعم كويز عندنا كويز اليوم راح نقسمكم نعم نقسمكم راح نعمل فريق الف فريق با ولا تحبوا تسموا أمينة يعني خافت أمينة لا هي لعبة كويز واللي خسر يدير حاجة نفهمكم فقط في اللعبة نروحوا نستمعوا أغنية نعطوا لكم أغنية لاغيجي وتقولوا لنا واش اسم الأغنية أو اسم الفنان اللي غنيها عندكم 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 الاختيار ونقول لكم الخاسر واش يدير الخاسر فيكم راح يغني لنا أغنية كاراوكي نعم ونفس الاغنيه يعني اللي ما عرفهاش نعم فريق الف خديجه ورويصه فريق با امينه وابتسام نعم نبداو نعم يلا نعم اللي يعطيني الاجابه الاولى ناخذ يلا لا غيجي فقط تعطونا الاغنيه الاولى هي سهله والله هي نعم يعني عندنا نقطة خديجة ألف لا لا نعم احنا فريق واحد تفضلي ماشي لازم تفضلي لا لا ولا ولا ديروا وحدة بوحدة يلا المرة غادي انت مانيش حافظة هيا عاونوها لاغيجي بنزوت هيا عاونوها لاغيجي والربح مانيش حابه نضحك كيفاش نغنيها يلا غني وحنا رايحين نساعدوك اختصاص تاعي حلويات طيب قدرتوا في كلمه الفوق هم الكلمات ما عطاو لك لا غيجي الفوق تفضلي هيا بيزو هيا تعملوا هيا ديكور شغل تغني ديكور قلتي ماشي فاهم هاي هم لك الكلمات حبيتي كاع الكتي كي بيهرب منها من العين غني تفضلي فاصل ما نقدرش نغني ما عنديش لافوا لا يعني الروح رياضيه حتى رميسه لو تخسر تغني نعم الروح رياضيه نعم طيب نروحوا للاغنيه الثانيه عندنا اغنيه جزائريه اغنيه قديمه اغنيه رومانسيه نعم راني عاونتكم شويه لا غيجي تعطونا الاغنيه الثانيه فقط هي أغنية جزائرية أغنية ثانية راح نسمعوها الآن شكون؟ شاب حسني مرحوم حسني مرحوم حسني أغنية العاطفية واش أغنية؟ يا غزالي على غيابك يا غزالي برافو غني كواني ساكم تدري شي والكاميرا ما نحسن تعاود هذه لا والله لا كاش روح روحوا اذا مشاهدينا كاراوكي رميسه وخديجه نعم رميسه نتعاونوا انا وحدك تفضلي يلا رميسه كيف كيف شي انت راكي معانا كي نخسروا غني معانا
انا اللي معاك انا حياديه اليوم. يلا رميسة خديجة تعطونا كراوكي طال غيابك يا غزالي المرحوم وشاف حسني. دعمي نبدا معك رميسة. برافو عليكم. يلا راكم واحد واحد فريق الف مع فريق با. نروح نزيدو نستمعوا الاغنيه الثالثه. انا اليوم بيا عليكم شويه. الاغنيه الثالثه هي اغنيه رسوم متحركه. نعاونكم شويه وهذه اللي تحسم بيناتكم. تحسم شكون الفريق الفائز، فريق الف خديجه ورميسه ولا فريق با امينه وابتسام؟ لكن ما قلتيناش شحال نقاط سميه. انا متعادلين واحد واحد. الاغنيه هي راح تحسم وانا عاونتكم. اغنيه رسوم متحركه. نعم يلا. الكواليس فقط ما تشوشوش علينا من فضلكم. حسن كاميرامان. يلا تفضلوا لغيجه عطونا الاغنيه الثالثه نستمعوا ليها. يعني خاطيني رميت انا كنت تفرج بايا لابي مايا لابي. نعم هي اغنيه سيمبا. نعم رسوم متحركه سيمبا. نعم اذا الفريق الفائز معنا اليوم فريق باي امينه وابتسام. برافو عليكم. يلا معليش نكملوا معاكم. اذا الفريق الفائز معنا ابتسام و... نعم وامينه ولكن كاين العاب اخرى. ما تقلقيش رميسه كاين العاب اخرى. ما تكونش نعم كاين العاب اخرى. نكملوا اذا مشاهدينا معكم في الكويز. اللي فاز معايا في هذه الفقره فريق با. نكملوا الفقرات باش نشوفوا اذا تكونوا فريق نعم فريق الاخر نعم. يكون في المره القادمه. نفهمكم فقط في هذه اللعبه الثانيه الكويز مش يعني تقريبا نفسها ولكن ماشي اغنيه. نعطوكم مقطع من فيلم يقول جمله معينه وانتم تكملوا هذيك الجمله. طبعا هذيك الجمله تكون جمله شهيره جمله معروفه في الجزائر وانتم تكملوها. نعم لا رجعت لنا فقط الفيلم. عرفتوا يديكم فقط وقولوا لي باش هكا نكون حياديه. داكوغ. ايه والله غير ربحت اسي. سيدي شنو هاد البيض تاع الياهورت والبيض والكومومبير وكوتليت لانزاج وليموناد دايرين لي زرده هنا وهاديك الحيه المكربعه في كاغط وشنو هي؟ ما على باليش. يلا شكون تعطينا الجمله؟ جمله معروفه جدا الفن القدير عجل العريوات. نعم زوجة تاعي ديجا عرفها. ايه قولي هنا او يشوش علينا كمان. ما قدرتش نسمع. معليش قولي له يعاونك. يلا الاستعانه. عاوني كيفاش حاجه لا ماشي هذيك الاجابه. يلا ما عرفتوهاش. نبدا لاغيج نعاونهم شويه نبداها لهم. يصفر كيفاه يصفر ويدخلوني. يصفر وجهك يصفر وجهك رميسه.
يعني تبعوا فيا كي الجرائد كل روح رياضيه ربي ساعه يعني بنشاط لازم نعم نعم تبعوا فيا كي الجرائد يصفر وجهك نعم برافو رميسة. إذا عندنا نقطة للفريق با صفر فريق أو عفوا نقطة للفريق ألف وصفر للفريق با. نروح فقط نستمع المقطع كامل نشوفوا الإجابة صحيحة. يلا إيه والله غير بحتسي سيدي شنو هاد البيت تاع الياهورت والبيض وال... كامومبير وكتليت لانزاج وليموناد داري لي زرده هنا وهاديك الحياه المكربعه في كاغط وشن هي ما على باليش كيفاه الله يصفر وجهك ان شاء الله بورت مالور تحبي تخليني ياه تحية حارة يعني للفنان القدير عثمان عريوات والفنانة القديرة بهية رشد يعني دايما كانوا يضحكونا نكملوا إجابتكم تحمستوا شفتوا يلا نقطة للفريق ألف صفر الفريق بعد المرة باش يكون هناك تعادل. نوصلوا دائما نعطوا لكم مقطع من فيلم معين فيلم جزائري نعم يهدر جملة وانتو ما لازم تكملوا الجملة وين نحبس المقطع يلا والله يعني شفته بصح نسيت ال يلا اعطوني الاجابه انا ما عنديش الاجابه نعم كواليس تقدروا تشوفوا عليهم ما عندكمش كذلك يلا كاميرا مان يلا نروحوا نكملوا لكم المقطع تفضلوا إذا كانت هذه الإجابات على فرنتي ربي يرحمهم نعم نكملوا دائما في الكويز رقم 1-0 نعم هذه المرة نبدلوا شوية من الأفلام نروحوا نعاودوا نوليو للاغاني ولكن هذه المره ما نروحوش نستمعوا الاغنيه وانتم تقولوا لي شكون نستمعوا الاغنيه نحبسوا لكم وانتم تكملوا لي المقطع تاع الاغنيه يعني نفس الشيء فقط هنا في الافلام فهمتوا المبدا نعم يلا نستمعوا الاغنيه الاولى اغنيه شباب بزاف الاغنيه الاولى راني ما نادم على الايام برافو خديجه لا غيجه من الاغنيه فقط نكملوا تابعوا ليها برافو خديجه نعرف تحيلكم نعم نكملوا تحركم نقطتين صفر فريق با وش بكم ابتسام امينه يلا نشطوا شويه يلا نعاونكم شويه امينه اغنيه الاخيره اغنيه جزائريه مش نعاونكم اكثر يقولوا لي ما تقولي يلا اعطونا الاغنيه متمني وما يغني يعرف بيتي يدها المخرج شكون اللي قالوا لي يقبل شكون اي يقبل معليش يلا يلا زيدوا لكم أغنية أخرى مقطع واحد أخر يلا مشي وشي ما درفتوش غدوة ثاني متمني
ونكون معاك. مازال أغنية واحدة فريق با يلا جاي غنوها لي كاع كامل يلا نعطوكم الأغنية وغنوا معاها. أعطيهم الميكرو. لا لا خلي رميسة يلا لا عطينا أجواء روح روح هواء روح المرأة. نعم يعطيكم صحة نعود عودة ليكم يعني من الألعاب يعطيكم صحة يعني هي كانت فقط كويز باش نرفهوا على يعني هي فقط كانت مسابقة باش يعني باش يكون هناك حماس وحيوية داخل البلاتو. نعود نولي ليكم فقط في هذا اليوم عيد المرأة عيد المرأة الجزائرية. نعم نقولوا أنه المرأة دائما مبدعة متبرة في كل المجالات يعني طبعا رميسة يعني وينك حابه نقولوا ان شاء الله نشوفك في اعلى المراتب ولكن وينك حابه تلحقي ان شاء الله يا ربي المجال طبعا يعني الرياضي لوبجيكتيف تاعي ان شاء الله هذا العام باذن الرحمن ندير او موان بوديوم دو بريفيرونس ميداي دور في الالعاب البحر الابيض المتوسط سورتو في بلادنا في وهران دونك باذن الله دونك يعني لوبجيكتيف تاعي اني نطلع لاعلام ان شاء الله تاع بلادي وفي بلادي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. خديجه نعم يعني تألق دائما في المسار المهني ديالي ان شاء الله ونجح ان شاء الله في قرايتي لانه مازالني ندرس. نعم ان شاء الله دمتي دائما متألقه. شكرا سمية. شكرا. نعم امينه عثماني ان شاء الله في الطبخ تتألقي في الطبخ في الكيك ديزاين ان شاء الله ندير مشروع عندي مشروع راني نخدم عليه مشروع ورشه اتولي يعني اتولي باش نعلم البنات ان شاء الله وتعملي دورات تكوينيه ان شاء الله مستقبلا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطينا هكا تدابير وحيل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله. نعم ان شاء الله نكمل طور ان شاء الله نكمل نفسي نكمل طور نفسي في الديكور ونزيد نمد حاجات مع خير ان شاء الله. نعم القيم تنسي ان شاء الله. نعم انا نعم سمية يعني تحسينا لكن هي ان شاء الله يا ربي نشوف نفسي ماذا بيا نشوف نفسي يعني نتحسن اكثر في المجال مجال الاعلام يا ربي حياتي الخاصه كذلك ان شاء الله ان شاء الله نشوف وليدي كذلك في اعلى المراتب ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي. نحب فقط نشكر هذا المنبر الراعي الرسمي لهذا العدد الخاص ورود الوطنيه محلات ستيب مود طبعا واللي راهو موجد لكم هدايا ليكم انتوما ضيوفنا. نعم وجدنا لكم هدايا اللي راح يقدمها لنا طبعا الراعي الرسمي محلات ستيب مود والورود كذلك نشكر كذلك فلاورز باراديس على الورود اللي قدمتها هنا. نشكرهم جزيل الشكر طبعا. نشكر كذلك بوتيك لاغوز على هذه الاطلاله الرائعه خديجه. نعم نشكرهم. نعم نشكروا المحل لاغوز. نعم نعم كذلك صاحب المحل محمد عمر قدي ماتي. نعم اذا كما قلت لكم مشاهدينا راعي رسمي لعادتنا لناها اليوم ورود الوطنيه. نعم نحب فقط نحيي طبعا مسؤول العلاقات العامه مولود بالقاسم نعم اللي راهو حاضر معنا وقام بهدايا يعني جاب لنا معاه هدايا لضيوفنا انتوما. اذا مشاهدينا نستقبل السيده ليندا معمري من طرف شركه بروستاب راعي رسمي لهذا العدد الخاص. تفضلي معنا سيدة ليندا معمري لتقديم هدايا لضيوفنا. نعم هدايا من طرفكم. نعم هدايا قسيمة شراء بقيمة 15,000 دينار جزائري والورود من عند فلاورز باراديس. شكرا سيدة ليندا معمري. شكرا. نعم نشكر كذلك شركة برو ستاب والمدير العام عبد الله رامول نعم على هذا الهدايا. إذا في الأخير خديجة عيد سعيد كل عام وانت بخير. شكرا
نعم عيد سعيد. شكرك اللي رافقتينا اليوم. نعم شكرا التنشيط. فقط في الاخير نقول عيد سعيد للماما، نقولها ربي يخليك ان شاء الله ليا، عيد سعيد ايضا لاختي كاع اللي نحبهم. وزيد ثاني كنوجه تحيه، ما قلت لك اليوم عيد المراه لكن نوجه تحيه لبابا، نقول له ربي يخليك ليا ان شاء الله وكامل لا فامي ماغيش بشهي ان شاء الله. ولد خديجه رياضة في المجال الرياضي. نعم وسبق وكان المدرب تاعي. نعم كان المدرب تاع رميسة. نعم نوجه له التحية أنا ثاني. رميسة تفضلي. قول له بون كوراج وربي يكمل له إن شاء الله. يعني ماما أنا كان أب ليا بالنسبة ليا ثاني، كان ما شاء الله ربي يحفظه ونقول لها تتهلا فيه الماكسيموم إن شاء الله. أكيد رميسة هاد ديديكاس من الأخير. ديديكاس ما ميغ أفون تو أمي هي الأولى. كما يقول لك عجوزتي اختي لافامي خالتي الكبيره خالاتي كامل كامل لافامي تاعي القراب والبعاد وكامل المراه الجزائريه والمراه الرياضيه. نشكرك رميسة. نعم ابتسام فلاح نشكروك جزيل الشكر كذلك على هذه الاطلاله الرائعه بهذا الديكور الرائع. فقط كلمه اخيره وعودينا فقط الاسم عبر الانستغرام باش الناس تتواصل معاك. كان شارف لي يعني نعمل لكم الديكور هذا في البلاطو تاعكم. الاسم ماريا ايفنت خطي تاع الانستغرام. ونمد تحيه كما قالت الماما ربي يحفظها ان شاء الله ما بيل ميغ اللي نموت عليها ربي يحفظهم لك. الله يسلمك. الوالدين ماريا وادم ولادي ان شاء الله بيطول في عمرهم ان شاء الله. الزوج كريم وخديجه اللي عاونتني في. نعم ونشكرك ونتمناو لك طبعا كل التوفيق في المجال ديالك. شكرا. نعم. امينه عثماني نشكرك على حضورك معنا، نشكرك على الحلويات على لاير كيكز. نعم في الاخير ميرسي بوكو. الله يخليك. ولي الشرف اني نكون معاكم اليوم. بون قدم تحياتي الحاج الاولى للام تاعي ربي يخليها ان شاء الله ويطول في عمرها ما من الاب. الوالدي يا بين زوج ربي يخليهم تاج فوق راسي ان شاء الله يا ربي. في الاخير فقط عطينا الصفحه تاعك عبر الانستغرام ولا عبر الفيسبوك. اوتسمان سويت كيك. اوتسمان سويت كيك. سويت كيك. سويت كيك. نعم نعم نقول لك تفضلي. تحياتي لخياتي خاوتي كامل لافامي وكامل الناس اللي يحبوني. نعم وانا نقول لكم دمتن مبدعات كل في مجالها. شكرا على حضوركم. كما متالقات وان شاء الله ديما نشوفكم يعني ناجحين. نعم ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم مشاهدينا، احنا مازلنا باقيين معكم، قعدوا معنا مازلنا متواصلين معكم. رجعنا لكم مشاهدينا اللي التحقتوا بنا اللحظة في هذا الجزء الثاني من هذا العدد الخاص من ورود الوطنية. سيدات أخريات التحقوا بي في هذا البلاتو في هذا العيد، عيدكن أنتم السيدات اللي راهم يتبعوا فينا. حاب نرحب باليوم ما نقدمهاش كزميلتي وإنما كضيفتي اليوم المتألقة المثابرة الناجحة كريمة يحيوي. مرحبا بك سمية، مرحبا بكل المشاهدات اللي عم يتابعوا فينا الان. نقول لكم عيد مرأة سعيد لك سيدتي وين ما كنت تتابع فينا داخل الجزائر وخارجها. كل عام وانت بخير، كل عام وانت مبدعة، كل عام وانت جميلة مظهرة في اي مجال كنت فيه. وعيد سعيد لكل الجميلات الحاضرين معنا اليوم. مظهرة كيفك كريمة؟ شكرا بالوردي انت وخديجة. يلا مشاهدينا نحب نرحب بضيوفي كما قلت لكم اخريات جميلات كل مبدعة في مجالها. نرحب معكم مشاهدينا الى جو الفن الراقي والموسيقى الهادئة مع الفنانة والعازفة على تقريبا كل الالات الموسيقية نور الهدى خليل. اهلا بك معنا. اهلا شكرا على الاستضافة ونوجه يعني تحية لكل النساء الجزائريات خاصة باليوم عيد المرأة الجزائرية خاصة، وإن شاء الله تكون هذه الحلقة خفيفة ظريفة على المشاهدين. نعم وماذا تفعل حواء التي حولت موهبتها إلى اختراع؟ نعم اختراع. مرام حمديني أهلا بك معنا. أهلا بك سمية، مرسي بور ليفونتاسيون اي بون فيت ا توت لي فام الجيريان. يعيشك مرام. نعم مشاهدينا حواء والمرأة الجزائرية كذلك ناشطة وحاضرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معنا اليوم، صانعة ولا صاحبة محتوى رانيا إزميرالدا. أهلا بك معنا نورتينا. ميرسي بوكو تعيشي وشكرا على الاستضافة في هذا اليوم. يعني نتمنى يوم سعيد لكل مرأة، لكل امرأة سواء جزائرية عربية يعني كاع النساء تاع العالم.
عيد سعيد. فوالا. نعم، قولوا لي بداية يوم 8 مارس اليوم اللي مانا شديناكم، ولكن عادة وش تعملوا في هذا اليوم؟ يلا بما نبدأ بك رانيا. جينيرالمون هاد نهار يعني يوم مميز، نهار واحد في السنة. أنا نشاركه مع الأم تاعي، سواء نخرجوا ولا نديروا دي بيكنيك ولا اونتر فامي اونتر كوبين. عيد سعيد كذلك لكل امهاتنا. نعم. ولا يكونوا كاينين حفلات يعني نحضروا فيهم كل عام ولكن تحتفلي بهذا اليوم ما تجوزاش. نعم. كما نقولوا احنا مرور الكرام. نعم، نحتفلوا يا لو كان بهديه هكا رمزيه للصديقات يعني. نعم للام. هذه هي. نعم. نور، كيفاش تحتفلي دائما بالجو الموسيقي مع الالات ديالك؟ هي سبيسيالمون في لوجور تاع لو 8 مارس، الا ما كانش عندي اون سواري ولا هكا، باسكو نديرو حفلات يعني خاصه بالمراه، يعني الا ما كنت سيغ سان اني نكون يعني سواء نكون في صالون دو بوتي مع صحبتي، نديرو ان جور سبيسيال، نشري ان كل عام نشري ان كادو لماما، كسوا في عيد الام ولا في عيد المراه، لانه نحسها شغل هي اعظم مراه في هذا العالم. نعم، انت كي تشري هديه للام تاعك، وانت شكون يشري لك هديه؟ عم يتفكروك في عيد المراه؟ شوفي هي انايا ندلع نفسي وحدي. نشري نفسك. نعم مليحه. نعم، المراه تدلع نفسي. وي انا نخرج سوا مع صاحبتي ولا كما قلت لك نكون سيغ سان. نعم، دونك الا ما كنتش غنى يعني مع الجمهور ديالك تخليه. نعم، سواء نكون محتفله ولا نكون في يعني مكان مع صاحبتي هكا، راني يعني نزين نفسي وكامل. نعم فوالا. مرام، شنو هي اجمل هديه اللي تلقيتيها في هذا اليوم المميز؟ اجمل هديه تلقيتها ماشي غير في هذا اليوم، في حياتي كامل هي مي بارون. وي جميل جدا اللي راه معنا في الكواليس. نعم، نوجه لهم تحيه و ربي يخليهم لك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. كريمه كيف الوردي؟ كيفاش تقضي هذا النهار كريمه؟ ولا اجمل هديه جاتك وشنو هي؟ انا اعتبر اجمل هديه هي الورود. الورود، نحب الورود. كل نساء تحب الورود. نقول لك ورود، شوكولاته، شوكولاته، كاين اللي يحب شوكولاته. نحب الورود. رانيا انا ما نحبش الشوكولاته. ورود. نحب الورود تقريبا، يعني كل النساء يحبوا الورود، يعني حاجه الورود. خاصه. نعم. تزيد في السعاده. في هرمون السعاده لدى المراه اكيد، حتى الشوكولاته نحس يزيد من طبعا. نعم. رانيا اسميرالدا، ولا نبركوا لك على صالون تاعك، نقولوا لك شكرا. مبروك. شكرا، ميرسي بوكو. نعم. تعيشي ان فيت حبيت ندير عفسه بالنسبه يعني تعني للمراه الجزائريه، وين المراه تقدر تروح تعتني بالجمال تاعها، تعتني يعني بالاطلالات تاعها، وكانت هذه هي الحافز اللي خلاني نفتح الصالون تاعي، والحمد لله يا ربي. الحلاقه والتجميل. نعم بالطبع. نعم. طيب رانيا، نعم يعني دخلتي نقدر نقولوا مؤخرا الى مواقع التواصل الاجتماعي، والله يبارك عليك، عندك نسبه مشاهده 1,000,000 مشاهده عبر الانستغرام. اكثر. نعم اكثر من 1,000,000. نعم نسبه مشاهده، فقولي لنا كيفاش قدرتي تفردي نفسك عبر الانستغرام ولا عموما عبر هاد لي بلاتفورم؟ هي في البداية تاعي كانت عبارة عن فيديوهات كوميدية عبر منصات التواصل الاجتماعي، اللي لقات يعني رواج كبير، وكان بزاف ناس كانت تعجبهم طريقة الإلقاء وكلش، اللي خلاني فتحت يعني زادوا شجعوني فتحت لي كونت واحد اخرين كيما انستغرام ايتو، ولا عندي تواصل مع المتابعين تاعي، ويوم بعد يوم الاسره تاعي اللي انا نعتبرها عائله، هادو متاع التواصل الاجتماعي بدينا نكبروا يوم بعد يوم، ولاو يتبعوني يعني نقدر نقول لك حتى في حياتي الخاصه، واش ندير واش نطيب واش نلبس وين نروح ونحوسو، نقدر نقول لكم نديهم كامل معايا حتى وين وصلت لوين راني اليوم، والحمد لله يا ربي. يعني ما بديتيش ربما بالانستغرام؟ بديت عبر موقع تيك توك، ولكن كنت يعني نشارك في الانستغرام، ولكن وين كان كاين الرواج ويعني البارتاج والمشاهدات كان في التيك توك، من بعد ديريكتومون للانستغرام. حتى يعني التيك توك كي بدا كانوا بزاف ناس ينتقدوه في البدايه. كانوا ينتقدوه، وكان يعني انا كيفاه بديت جاتني الفكره اني نشارك فيديوهات كوميديا، لانه في البدايات كانوا غير ما كانوش يعرفوا يستعملوه في الجزائر،
كان هذاك نعم كان جديد وكانوا يضحكوا فيه بزاف فهمتيني. دونك انا حبيت نلقى عفسه فكره للناس باغ اكزومبل محتوى جديد. دونك درت هادو مال الفيديو تاع لا كوميدي. من بعد من مورايا كاينين بزاف اللي داروا ثاني تاع فوتوغراف، كاين ولاو يديروا مام تاع لي مارك لي ستيليست شغل توسع ولاو بزاف افكار فيه. نعم سميه واش رايك نختبروا الذاكره تاعهم؟ نختبروا الذاكره تاع رانيا. وشنو هو اول فيديو درتيه؟ يعني المحتوى تاعو كيفاش كان؟ اول فكره كيفاش بدات يعني؟ يلا اول فيديو درته يعني للقاء على وجه كان نشفى كان في رمضان ودرت فيديو في رمضان واش مسنا رمضان 2020 يعني مؤخرا. نعم مؤخرا رمضان 2020 درت فيديو يعني على العقليه الجزائريه تاع كي صوموا يغلبهم رمضان. كان هذاك اول فيديو ويعني انتشر بزاف باسكو كان باقي نهار على رمضان. تما هذيك هي البدايه تاع رمضان. هذيك هي كانت البدايه تاعي. شحال حق لك نسبه مشاهده هذا الفيديو؟ لدوكا يكون كاش 3 مليون هكاك. الله يبارك فيك. دور الهدى يعني الفنانه والعازفه تقريبا تعزف على كل الالات الموسيقيه. قل لنا فقط نور يعني كما قلت المراه مبدعه في كل في كل مجالاتها. نعم فكيفاش تقدري توفقي ما بين الفن ديالك وفي البيت؟ انا الفن برسك عايش معايا حتى وليت مين داك شغل صح في الوليد دي فوا في المنام تاعي ونو مروح راني داخل حفلات بزاف تعلقت به. لحد الان راه عندي 10 سنين في هذا المجال. نعم يبارك يبارك فيك. وكيما قلتي برسك جو توش ان بو دو تو في لي انسترومون مي سبيسيالمون تخصص في اله الكمان يعني الفيولون نحسو ان انسترومون اللي راهو حاضر معنا فوالا نحسو ان انسترومون اللي تمثل حساس حساس بزاف كيما انا ترو سونسيبل. دونك هذا هي. وفي الدار سوا راني قاعده هكا مع القرايه باسكو جو سوي اوسي ايتوديونت طالبه جامعيه. نعم فوالا يعني سنا ليسونس سواء نكون نكمل ريبيتيسيون تاعي كي نجي نكون عيانه مي توجور نعاود ندير دي ريبيتيسيون باسكو الانسترومون الا فتي خليتيها وما اني ما عاودتيش دربتي ولا ماشي تنساي مي تحس انا بيرسونالمون نحس حاجه ناقصتني. نور يعني انت تعزفي على كل الالات ولكن حبيتي تتخصصي في اله الكمان تحديدا؟ هي بديت بديت في كامل لي انسترومون اخر اله حبست فيها هي الكمان. قلت لهم سي بون هذه انا شغل كنت اشاك فوا نلعب اله نحس باللي لا هذه الاله ما تخصنيش انا ماشي هذه الاله اللي نحسها تمثلني حتى وصلت للكمان يعني تخصصت فيه. والفنان عاطفي بطبعه بيان سور الا كان فنان ما يغنيش بالاحساس تاعو ما نعم يعني ماهوش فنان اكيد الفن احساس وعطاء بيان سور. نعم مرار مرام حمديني الامراه الموهوبه المخترعه. اولا بدايه تكلموا على الاختراع ديالك اللي هي نقدر نقول بدايه كانت موهبه. كيفاش انت مرام في البيت حتى حسيتي انه هذا اختراع ماشي موهبه فقط؟ شوفي دونك لا فامي تاعي انا وخوتي كما تعرفي وراثيه. نعم هكا شغل نبداو نكشما نحبو جونغ كو جينا باغ اكزومبل هكذا كاش بروبلام ولا انا فين نديرو شغل نبداو نخمو علاش وكيفاش وهكا انا بوزي بلو ديس كاستيون. يا سلام علاش وكيفاش انا في شغل نحوسو لا سوليسيون كيفاش ومن بعد نبداو نخدمو بشويه ان شاء الله وين نديرو اون ايدي بون ايدي. حتى نحب نقول حاجه للمشاهدين اللي راهم يتبعوا فينا مرام والاخوه تاعك في البيت لما تتكسر حاجه كهرو منزليا نتوما اللي ريسيكلاج ندوي الخبز بالتصبيح ريسكالا. نعم ايوه ماشي باغ اكزومبل ما نقدروش الالات اللي ربما صلحتي دونك باغ اكزومبل نقدر نقول لك لي جو تاع خاوتي سورتو خويا وائل ايماجيني شلو بابا هكا فواتور منا يعاود يخربها ويخدمها باغ اكزومبل حاجه واحده اخرى يعاود يخدمها حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل الكوموند دو تيليفزيون نحو لها كاك شمال البياس ولا فيها كعفيس نسحقهم نولو نخدمهم حنا بلي روبوت تاعنا اللي نحوسو عليهم ولا ساعات وين نلقاو هكا عفيس. هذا اجتهاد منك او ربما درتي دراسات تخصصتي؟ نو حنا عندنا اسوسياسيون في مسيله نقراو هادو نقراو البروغراماسيون نقراو الانفورماتيك الكترونيك تو ومن بعد كل واحد واش يحب يخدم تاعو يبدا يطبق. الله يبارك ما شاء الله. الله يبارك عليك مرا. نتكلموا فقط على الاختراع تاعك اللي قمتي به مؤخرا. نعم منزل ذكي حاليا راهو مازال في التطوير انا قائدة التطوير تاعو. شاركت في المسابقه الوطنيه في الاغواط اللي فاتت المبدعه. الله يبارك
اه والمنزل ذاكي تاعي وشنو في حسس النار اللي ديتكتي لك اذا شغل شعلت النار في الدار تاعك تسرب غاز اه كاين تاع الغاز وكاين تاع النار لي الترافيولي كي تشعل النار في الدار تاعك راح تنوض لا بون دو سوي غلاس وتخرج لك الماء باه يطفي لك النار وفيه ثاني حساس تاع الغاز عندك شاشه تاع ال سي دي تعطيك لا كونتيتي دو غاز تاعك شحال من بعد دايره انايا وشغل واحد التاوين تلحق شغل ديريكتومون ديتكتي اوتوماتيكمون راح ينغلق لك الروبيني تاعك تاع الغاز ديريكتومون ما يمد لك لالارميتو مي شغل يحبس لك هو التسرب تاعك وثاني في حساس الحركه اللي راح بار اكزومبل لامبور دو كوا يدخل لك للدار كوسوا اي حاجه قطه سرق شو سي با راح يعطيك لالارم في الدار وميم طون راح يفيشي لك الاضواء في الدار تاعك باه تعرفي بلي فوالا راه وحدك دخل لك للدار نعم ودايره في ثاني حساس تاع الماء شغل عندك الصهريج تاعك شغل كي تفرغ لك شغل يشعل لك الضوء الاحمر ولا عاد في النص راح يشعل لك الضوء الاصفر لا عاد معبي راح يشعل لك الضوء الاخضر نعم ام ميم طون كي تعمر لك شغل نحن نشوفوا لي سيترنا تاعنا كاين لي فيضو مع باش سي با كاين بلو دو بروبليم دونك انايا غير تتعمر راح تحبس وحده اوتوماتيكمون راح يحبس الماء نعم واخر حاجه اللي ضفتها هذه اخر مره درت اون ابليكاسيون بالتليفون ايه نبعث ميساج للباب تاعي شغل اون بلوتوث الباب تاع برا نبعث له فوالا اوبن يتفتح كلوز يتغلق ايه ايتو يا سلام عليك اكيد بديك تنسي الضوء شاعل ما رام ذكروا فقط السن تاعك يعني ايدي جي 20 طون الله يبارك يعني مخترعه مثال للمراه المبدعه في الجزائر مرام ماشي ميرسي يعطيك الصحه يعني سميه فقط في كل المجالات الجزائريه مبدعه في كل المجالات الموسيقى الاختراع وغيرها يعني من النساء يعني مش حاضرين معنا اليوم لكن وجه لهم تحيه طبعا في كل المجالات والاطباء بالخصوص نعم خاصة فترة كوفيد 19 وين شفنا يعني كانوا جنود الجيش الأبيض وين ثابروا وين يعني حقا وجه لهم تحية كبيرة من هذا المنبر طبعا وين ما كانوا كريمة زميلتي في رجعتي كريمة زميلتي في برنامج صباح الوطنية اللي راهو يبث يوميا مشاهدينا ما عدا الجمعة والسبت نعم اليوم كي حاضرة معنا اليوم لما نحن نسقسيك نعم شعور طيب نعم طيب كريمة قولي لي تكلمينا على تجربتك في هذا البرنامج خاصة أنه ليس بالهين برنامج صباحي يوميا ساعتين من الزمن فقرات مواضيع ضيوف تكلمينا على هذا التجربة أكيد سمية يعني تجربة صباحية تجربة مميزة جدا حتكون تتلاقي مع الجمهور الصباحي لأنه الجمهور الصباحي غير جمهور المساء يعني قبل هذا الشيء كله درنا دراسة على الجمهور لحين نستهدفوه هم النساء الماكثات في البيت عفوا وحتى المتقاعدين فدايما نخيروا مواضيع حساسة لكن نناقشوهم بطريقتنا وبالخصوص الضيوف اللي يكونوا معانا نختاروهم بدقة فكل شكر للمشرفة هاجر أقاسم ورئيس تحرير رفيق أكرم نعم في الكواليس تحية خاصة ليهم نعم يلا نولي ليك رانيا إزميرالدا نتابعوك يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كيفاش رانيا تعيشي هاد اليوميات مع لي زابوني ديالك عبر الانستغرام ولا لي بلاتفورم يعني ككل كيفاش تعيشي هاد اليوميات يعني اليوميات تاعي نعيشهم سبونطاني كل عفوية كل يوم كأي امرأة يعني واش دير خطرات نوري لهم كي نروح نقضي خطرات نوري لهم كي يكون عندي شغل في الدار واش ندير شغل كل يوم على حساب كيما اي انسانه عاديه نشارك يومياتي خطرات ندير دي زيفور هكا وين نحب ندير لهم دي سوربريز ندير لهم ان كونتون يعني محتوى شباب وين نسهر عليه مع المونتاج تو تاع لي فيديو باسكو اون فيت هي ماشي حاجه سهله كاينين يعني بزاف دي جون اللي يقول لك لي ريزو سوسيو ساهلين ومنا مي اون فيت كي تدخلي فيها كاين دي ديفيكولتي باغ اكزومبل
كيكونوا كاينين دي بون بلان اي تو، لازم عندك كل يوم لازم دي زاباريسيون كل يوم تباني في لي ريزو سوسيو، لازم توجدي مقبل لي فيديو اللي ديريهم لو مونتاج باغ اكزومبل، عندك وقت محدد لازم تكوني فيه في الدار باش تقدري ديري هذوك لي فيديو باش تبوستيهم باش ما يروحش الوقت. يعني كاين امور دقه هكاك الناس كيشوفوا يعني ما يعرفوش لانهم ماشي في لو دومين هذايا، ولكن سي توت ان موند يعني. مي انا جو مو ريغال، نحب كي ندير هاد لي تروك هادوما باسكو بور موا راني نشاركهم مع ماشي غير دي زابوني، مي كيما قلت لك سي ما فامي شغل ميم هما يشجعوني كيما نبانش هكا يقولوا لي واش نسيتينا سورتو كي تزوجت. مور ما تزوجت لي بروميي موا تاعي بعثوا لي يقولوا لي واش خلاص نسيك فينا نسيك فينا سمحتي فينا منا شغل باش تشوفي يعني لدرجه ترابط بيني وبينهم. دونك كيما قلت لك خطرات نسهر مام على دي فيديو وكلش، وخطرات نبارطاجي معاهم مي روتين لي بون بلان اي تو فوالا، هذا ما كان واش ندير. نعم طيب، وقولي لنا كيفاش تتعاملي معاهم، يعني مثلا يتواصلوا معك تعاودي تتواصلي معاهم، عندك افكار معينه تقومي بها؟ شوفي يعني باش نقول لك نقدر نريبوندي على كامل ما نقدرش، لانه عندي دوكا قريب اكثر من مليون مليون و300 الف متابعه وافيه اللي يبعثوا لي يعني تقدري تقولي كل يوم دي ميساج اي تو، نريبوندي نسي ندير دي زيفور نريبوندي، وكي ما نريبونديش نهضر معاهم في ستوري اي تو ونعاود نروبوستي واش يبعثوا لي اكسيتيرا. شغل اللي خلقت جو حب وثقه، خصوصا الثقه بيني وبين المتابعات تاعي. المتابعات تاعك ما همش غير بنات يعني النسبه الكبيره بنات؟ نعم نسبة نعم. لانه يتابعوا المحتوى. نعم. المحتوى تاعي يخص بوكو بلوس النساء هاد لا كاتيجوري فوالا. رجال شويه هي فينالمون عباك واش ريماركيت واش ديكوفرتي الرجال اللي تبعوني ديكوفروني اترافير نساهم ويباتوا لي دي ميساج يقولوا لي سيرتو كي دير لهم لي بون بلان يقولوا اسمعي انت يا خليتينا هاي مرتي كل يوم تقول لي روحي شري هذه روحي شري هذه بزاف. خلاص دونك هذا هو شغل هذيك الاقليه رجال بطبوطات اللي تبعوني. بطبوطات طبعا. رانيا اسم بطبوطات كيفاش جاك؟ جاني لانه منين استلهمتي هاد نحب ندلعهم فهمتي، انا توجور وحده نبدا بعثت لي انابوني وما قالت لي خطر ما باش كانوا عندي الخدود ولا قالت لي بطبوطه، بعد ما ديك الدرب جبتها ضحكه بطبوطات توعجبهم الحال كامل بداو يضحكوا، بعد راحت فيا هكا وليت ما نحبش نقول لهم عفسه واحد اخرى نقول لهم هذه وكما نقول لهم هذه ميم هما يحسوا يقولوا واش بك واش كاين ما قلتي لناش بطبوطاتي، دونك راحت فيا هكا. حتى نقولوا اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرين يعني اصبحت يعني لي زابوني ديالكم اصبحت يعني عيلتكم ثانيه يعني، ولاو يحسوا بكم لما تكونوا حزنانين يبعثوا لكم علاش راكم حزنانين، لما تكونوا فرحانين يفرحوا معاكم يعني يتقاسموا ويحبوا يشاركوا معاكم كل نقدروا نقولوا كل حياتكم كل حاجه يعني. هذه هي شوفي ما نكذبش عليك هذا هو الجانب اللي خلاني نزيد نتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، لانه كيما كاينين انتقادات وكاينين الناس يعني اللي ما يعجبهمش ايتو ما يعجبهمش المحتوى تاعك ينتقدوك، ولكن كاين ناس واحد اخرين اللي تشوفيهم تقولي يعيشوك في يعني في يطلعوا لك هرمونات السعاده كي تقرا ايماجينتي تكوني قاعده عيانه اي تو تدخلي تلقاي ام ميساج تاع حب وحده تشجع فيك تقول لك نحبك وصافي بليزير نتبعك، شغل بور توا هذا محفز يعني يخليك تزيدي روحي لقدام، ومسؤوليه بيان سور وي مسؤوليه كبيره. مسؤوليه كبيره فوالا. طبعا لما تعطي لهم دي بون بلان وحده مثلا تقول لك هذا ما عجبنيش ولا تحسي وي هذه مسؤوليه بالذنب سوا كاينين باغ اكزومبل دي سوجي ولا دي كونساي لي مالغري بالك انت تشوفيهم يعني صحاح بالنسبه لك ولكن ما تقدريش تقوليهم كامل باسكو كاينين يتبعوك يعني كامل لي كاتيجوري داج، كاين صغار كاين كبار يعني لازم تكوني تعرفي تهضري يعني كل كلمه ديريها بعين الاعتبار وسونز اوبليي ثاني كي تسلي دي برودوي ولا ثاني هادوك شغل لازم الانسان يكون حقاني شغل ماشي يكذب عليهم ولا دونك فوالا.
نعم صرات لك وين بالك سييتي ان برودوي وما عجبكش وي صراولي بيان سور كيما انا كيما اي انسان على حق نقول لك انا واش نسي كاع يعجبني كاينين عفايس ملاح كاين عفايس ماشي ملاح مي جو بريفير ما تما ما نروحش نحرق هذاك لو برودوي هذاك مي جو مادريس ديريكتومون على مارك قال ندير لهم كيما انا كيما اي انسان ندير لهم دي تعاقد معاه عرفتي التعاقد معاه وي بيان سور ولا ندير دي رومارك قال سي فو بلي ماذا بكم تسقموا هذيك لو كومبوزون هذا ما يتوالمش مع اللي عندهم لاليرجي عفسه هكا دونك سا انا رانا فوغ شغل تروحي ما عندها حتى معنى تروحي تغلطي المتابعه تاعك باسكو كابابل انا ما عجبتنيش ما خرجت عليا كابابل المتابعه تخرج عليها صح فهمتي على هذا الاساس يعني. نعم نروحوا مشاهدينا الى عالم الموسيقى نور الهدى خليل نتكلموا على بداياتك الى غايه لما وصلتي الى الكمان بديتي بالبيانو ربما لانه الاله اللي يبداو بها كل الفنانين بيها ديجا كي او كورون كي راني اجو بيان سور وي بديت صافي صافي 10 عام اللي بديت كان عندي 10 سنين ولا 9 سنين صافي بسنا 11 باسكو سنا راهي 20 سنه الله يبارك فيك بديت مع جمعية أندلسية بديت بآلة البيانو بديت تعلمت عليهم بعد ما شي ما عجبتنيش بزاف مي كان تلمو كان عندي فضول كنت بزاف نبغي الموسيقى لدرجة يعني ما تصورش كان ديما عندي فضول صح راني كملت لعبت هذا الانسخيمون والانسخيمون الاخرى كيفاش حيكون الصوت تاعها كيفاش حيكون احساسي كي نكون نلعبها دونك هذا الشيء اللي خلاني اني توشيت بخاص كامل لي زانسخيمون موراه لعبت آلة الموندولين نو لعبت لا جيتار تعلمتها الشيخ اللي كان يقريني ما يعني هو ما استوعبش انا كيفاش درت طاني لا غيتار اليوم دو جور كان عندنا الريبيتيسيون صابني عارفه كامل لا غيتار كيفاش يديروا يلعبوا فيها يعني هو ما تصورش من بعد لعبت آلة العود لعبت موندولين كمان فيولونسيل من بعد توشيت شويه قانون من القانون هو يعني نعتبره من اصعب الالات ومن بعد تخصص في الكمان خاصه القانون يعني في نقدر نقول في الموسيقى العربية. الاندلسيه والعربيه يعني وي شويه سيد الالات ربما الموسيقيه بيان سور هما كامل لي انسترومون مي كل واحد والشارم تاعو كيما نقولوا من بعد ما زدت بغيت وتعلقت بالموسيقى باسكو بديت في مدرسه اندلسيه المدرسه تاعي العثمانيه اللي موجه لهم تحيه لمدينه تنس ومن بعد زدت تخصصت في الموسيقى الكلاسيكيه اللي زادت شغل صح تحسيها موند واحد اخر تقراي لا ميوزيك يونيفرسال اللي صح تقراي الموسيقى بمعنى الكلمه وكاين بزاف ناس اللي يحسبوها موسيقى هكا سهله يقول لك راهي غير تقيطر وخلاص حنا بالعاميه تاعنا هكا يقولوا لا اكيد فيها نوتات فيها مي صح مجال صح معقد يعني لازم تكون واحد صح يكون يبغيه وعنده الصبر باش يعني تكسري راسك مع لي نوت وكامل زدت يعني تخصص في الموسيقى الكلاسيكيه عندي 4 سنين ولا 5 سنين اللي راني في الكلاسيك هذه هي البركه نور كل التوفيق واش راح تسمعينا اليوم بآله الكمان الفيولون هذه الاله الحساسه راح نجيب لكم وصله في الاندلسي ان وصله اندلسيه لانه بعد يعني الموسيقى الاندلسيه والكلاسيكيه ويعني والراي سونتيمونتال جيسي بريسك توت لي ستيل مي يبقى الموسيقى العاصميه والجزائريه والاندلسيه هي طبعا رقم واحد تفضلي نور تفضلي تلقايا مليح في الظهر بحالي دخلوا بيناتنا الحسود
وقطعت نجي متولع بيك ليام والليالي انا طويلي فاق على الطيار عقلي معاه يما حياري عشي على العصافر زينو مسرار بطويري نتيه ونفخر هادي طوير مكسبه تجار ما هو رخيص غالي ياسر مكسبه وزراء وملوك كبار ما غرصنا عليها الدوار انا طويري فاق على الديار عقلي معها يما حياري عشي على العصافر زينو مسرار بطويري نتيه ونفخار الله الله عليك نور الهدى خليل فكرتينا بالراحله فضيله الجزيرية. نعم الله يبارك عليك اللي نهدوها لكم انتم ونهدوها لكل السيدات اللي راهم يتفرجوا نعم نعم اللي راهم يتابعوا فينا يعطيك صحه ميرسي بوكو يعني هذه الوصله تعجبني بزاف يعني في الطابع الجزائري الطابع الاندلسي نعم نعم لا احساس الله يبارك عليك واش رايكم نروحوا الى الالعاب عندنا كويز اليوم اكو واجدين تلعبوا واجدين نعم نقعدوا دائما في الموسيقى والاغاني والكاراوكي كذلك معنا فريق الف فريق با ولا نبدل فريق نديروا فريق الف فريق بطبوطات هاي هاي خلاص هاي فريق الف يربحونا هذا ما كاش كيف فريق الف وفريق بطبوطات فهمكم فقط في الـ في الـ في الـ في, الـ في المسابقه يلا فريق موسيقي وفريق بطبوطات باش هكا خلاص متفاهمين نعم نروحوا في البدايه نروحوا نستمعوا الى اغاني وتقولوا لي اسم الاغنيه ولا شكون هو الفنان اللي غنيها ولكن ما تقولوش عشوائي نرفعوا يدكم ارفعوا يديكم وقولوا لي شكون يخير لي الفدي الاول راني نشوف وتقولوا لي الاغنيه عندنا اغاني جزائريه شرقيه نعم نعم حبيت فقط نقول لكم الفريق الخاسر راح يغني الاغنيه اللي ما عرفهاش نعم ما لازم تربحوا عندك هذا اللي ما كاش يغنيها كاراوكي يعني يشوف الكلمات ويغنيها كاراوكي خلاص نعم خلاص لا ريجي فقط عطونا اول اغنيه نعم يعني فهمتوا المبدا اللعبه ترفعوا يديكم تقولوا لي اسم الاغنيه وشكون هو الفنان اللي غنيها تعطونا اول اغنيه عندكم اغاني سهله يعني لا ريجي فقط تعطونا اول اغنيه معنا نعاونكم شويه سمية هاي الحكم ولا الاولى هي الاولى ما تزعفش فريق بطبطات ما تزعفش كانت قليله الصوت يلا معليش شكون كريمه ثلاثات برافو عليك نسمعوا مقطع منها قبل ما تغنوها هنا كاراوكي انا ما نغنيش انا كنت نعرفها كنت في لاباس رانيا طب تعيب كيفاش نديروا لهم اليوم ما حبوش يغنيوا لا لا لازم تغنوا شويه برك تبعوا الكلمات وغنيوا البدايه هذا حين يديروا لكم لا ميوزيك مرام ورانيا تفضلوا للزوج مرام الاثنين نحب دايما انتي حفظتها يعطولكم الكلمات من الفوق هنايا ما دوك يعطولكم كلمات من الفوق نعم وجدوا راحكم للازعاج دوك يعطيكم الكلمات ثلاث دقائق وقت غروب الشمس واقف على البحر بعيد عمال بحكي له واشكي له واشرح وعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر
خرج قم المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق ثلاث دقات، والطبلة دخلت لعبت جوه دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ رحت انا غنيت. امتى الحب طال قلبي ولا في الخيال؟ اي خلاص موال. برافو عليك رانيا، خليتيها باللحن يعني، برافو عليك. سو ميوزيك. نعم كاين موسيقى. خلاص برافو عليك رانيا. يلا واحد للفريق الموسيقي والفريق الفني وصفر للبطوطات. يلا هاد المرة يلا هاد المرة نحاول نعاونكم شوية. ها الميكرو فقط. شكرا. دوك يعطونا الأغنية الثانية. سهلة 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 سهلة. يا درا يا درا. يلا لا ريجي تعطونا الأغنية فقط نستمعوا ليها. دوك قعدت دايرة هاك. أنا راني لهنا هنا هاكا قعدت دايرة. ولا يديدو ما يعرفش لا غيبونس. لا لا لازم اللي يلفت يديدو يعرف لا غيبونس. يغلط فيها نروح للفريق الثاني. لا غوني لي غالو منك. برافو عليك. برافو. يلا واحد واحد تغنوها لي كاراوكي. يلا كريمه وفنانتنا يعني انت عندك صوت. كريمه جربي. لا انا تغني معايا. اكتشفي موهبه بالك حنت موهبه. لا موهبه انا نقول يعني انا زميلتي وسمعت صوتها عندها صوت جميل. اش غني وليد. يلا كريمه هيا هيا كريمه. الليمون اللي غيروا مني قالوا لي اش عجبك فيه. الليمون اللي غيروا مني قالوا لي اش عجبك فيه. الليمون اللي غيروا مني قالوا لي اش عجبك فيه. جاوبت اللي جهلوا فيه خبطوا عيني شوفوا بيها. شكرا. عندك صوت جميل. انا بيعتها قلت لكم عندها صوت. عندها صوت جميل. صوت جميل نور طبعا صوتك اكيد جميل. نوصلوا معكم. يلا راكم واحد واحد تعادل. يلا خلاص عندنا دكان نعاونكم شويه. عندنا رسوم متحركه. اغنيه من رسوم متحركه. واحد 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 للفريق الفني واحد للفريق بطبوطات. يلا ناغيجي عطونا الأغنية الموالية من الرسوم المتحركة. سالي برافو. شو سالي؟ لا لا سعد جاتي راسي سالي جات سالي. يلا كونان. كيفاش عرفتي؟ كونان كونان نعم. أعطونا فقط نعود ونسمعوا ليها. تغنوا لنا كونان. انه اجابتها صحيحه. انت كونان انت مخترعه. عاود هاد المره عليك مره. انا غنيت قلت لك يكتشف الغامض والمثير يستنتج بالعقل الكثير كونان الرجل الصغير. يسعى دائما المحقق كونان يبدو واثقا لا يخشى المحن يعمل جاهدا. كونان كونان المتحرك الذكي. خلطت. برافو برافو مرام. كي حبتها قلت لك وغلطت كي قلت لك هاكي غبيه. يقولوا لك لا جزتي الكلمات من راسك. مخترعه لازم تزيد اشياء. يلا شحال راكم؟ 2 1 فريق فني 2 1. يلا هذه اللي راح تحسم. كذلك معنا رسوم متحركه اخر.
اه قولي له برك يزيد في الصوت. الصوت فقط من فضلكم لا غيجي الصوت لانه ما مش يسمعوا مليح. بلكي نخسر. عطيتيها مجد مضبوطه قلتي لي قبل اسالي شغل لا دار تاع سيبو قبيلات قلت اعمل عوده. برافو ما تعرفوش بصح مازال مازال الكويز متواصل تغنوا لنا سالي كنتي رانيا شوية. يلا عطونا فقط كلمة. ما قصة إنسان أنا جرح الزمان أنا سالي سالي أنا قصة إنسان أنا جرح الزمان أنا سالي سالي أعيش في الحنين لضوء القمر. تفكرتوا اليوم الطفولة تاعكم؟ لا ماما اسمه فارس الموسيقى فارس الإزعاج. ماشي كيفي. إذا السكر وي لا كنت تشوفي لي ميكي كنت صغيرة؟ أنا نعم قولكم شوفوا صوت متحركة من الفترة تاعي سمعت الضحكوا ماروكو ماروكو كنت نحبها لدرجة أنه قطعت لاباس تاعي كيما هي وحدي في الدار. نشوفوا نشوفوا يعني الضيوف تاعنا لها اليوم واش يحبوا يشوفوا. نعم رانيا واش كنتي تحبي تشوفي؟ أنا كنت صغيرة كنت نشوف مارسيلينو انا كنت نشوف غويلي بزاف وكلش ومن بعد ميم دوكا مازلت نشوف غامبول وبوب ليبونج سبونج بوب سبونج بوب غامبول وسبونج بوب ما عرف شكون تحبي تشوفي. نتفرج فلونا تفرجتها شحال من خطره وعجبتني. نعم اي نو شكون تحبي تسالي كنت تبكي كنت نبكي ايه كانت تغيرني هكا كي حقروها ولا نبدا نبكي حتى ماما جات تطفي لي التلفزيون بعد نولي نبكي باسكو طفات لي التلفزيون. وكنت ثاني كنت نشوف تاع اللي يشوفوهم الاولاد كنت نشوف ابطال الكره ابطال الديجيتال كنت موت عليهم ماجد باسكو ايه باسكو نبغي البالون جات دخلت لعبت واحد دوزون بالون بعد حبست في ايكيب تاعي كملتي في الموسيقى ايه كنت ماما كانت من داك التحرفيه نشوف اللي سيغي تاع الدراري كنت نشوف سالي بنات كريمه. شكون الرسوم المتحركه اللي تحبي تشوفي؟ احنا في برنامج صباح الوطنية كنا نطرحوا هذا السؤال للضيوف اليوم ويتطرح علينا علينا نعم. شكون كنت تحبي تشوفي؟ كنت نشوف الجاسوسات الجاسوسات. باغ كونت ما كنتش نحب هاد لي ميكي كيما سالي وتاع الحزن كنت نحزن بزاف كي نشوفهم كنت نحب حاجة خفيفة تاع الضحك. نعم واليوم يعني دائما الرسوم المتحركة يفكرنا بالطفولة بالطفولة ديالنا. ما من الجاسوسات كي قلتي لها تفكرت كنت كنا صغار بنات خالاتي كانت اليكس وحده صفر وحده احمر كنا مخيرو ايه خيرو ما نتوما انا كنت نشوف لي وينكس كلوب تاع مازلت الان حافظه اسمها بلو ميوزا ستيلا فلوغا ليلى وان شاء الله يعاودوا يعني يرجعوا هاد الرسوم المتحركه تاع بكري لانه عندهم طعم خاص حتى المحتوى حتى نعم حتى من ناحيه المحتوى نعم يعني دوكا نقدروا نقولوا بلي كاينين زعما اليوتيوب تولي تقدري تعاودي تشوفيهم ميم ولادك تقدري تحطيها لهم في التلفزيون يشوفوا واش كنتي تشوفي فوالا. نكملوا الكويز ولكن فقط نحب اكيد نشكر راعي رسمي لهذا العدد الخاص ورود الوطنيه شركه بروستاب صاحب محلات ستيب مود وعلى راسهم المدير العام عبد الله رامول ومسؤول العلاقات العامه مولود بالقاسم اللي حاب يوجه تهنئه للوالده تاعو بمناسبه عيد المراه السيده يانس خديجه نقول لك يعني كل عام وعيد مراه سعيد وانت سعيده كذلك. نكمل معكم الكويز نعم نكمل معكم الكويز يلا هاد المره نروحوا للافلام نروحوا نشوفوا مقطع من فيلم معين وانتم ما تكملوا الجمله فهمتوا المبدا نعم وين تحبس الجمله تكملوا لي الجمله واش قال نعم يلا حيت الموسيقى ماشي ديفول نعطي لك الموسيقى اه ماشي لهنا الفيلم لا غيجي عطونا اول فيلم هما افلام جزائريه كوميديه عندهم جمله مشهوره وما كاش فينا اللي ما يعرفهاش انا ما نجيكم سهله اشتري كروسه بقى ها يا سيدي لا كروسه لا دراري لا تمانيكم راح تاكل سيزي دير
ديرت بهدايل الجيان دير كي ترون با كونت تي مي فرتونه كبيره راهي في اللعب 6 ملايين هاي راح تضاعف. يا راجل اسمع السوق يفتح في الليل طق امك حلف الليل لا غير يقولوا لي واش ندير يعني عطيتوني يا عقدناها كما قلتوها يلا نكون نعطي واحد واحد موافقين نعطي واحد واحد نعاودوا فقط نشوفوا تكمله الجمله اللي كامله على بالنا فيها يلا لا غير سوق امك اللي حلف الليل ولا بغيت تديها راسي من عندي خلطي في جدي انا يا وتسمعي ما لا يرضيك انا نقول لك انا هاي راحت تحية كبيرة للفنان القدير اللي دائما يزرع الابتسامة على وجوهنا فنانة عثمان عريوات وأكيد الفنانة الراحلة كذلك فتحة بربر نعم ربي يرحمها إن شاء الله نكملوا الكويز يلا نكملوا الكويز ونشوفوا معنا فيلم تاني نعم نحن نشوفوا تاكسي المخفي جملة وكملوا لنا الجملة نعم راه يجيني النوم والله لا عندك الحق أسي الناس كل راهم يشخروا من الخرافات تاع الفستايه ذا لا سيكو يدير ليكت الولايات كاع حربتهم ونقاهم وما خلى حتى عسكري منهم وانت تقول يكذب اواه يا العزيز يفو با تكتب جوتا هي لا غلطه لا فرق تاني عندكم اجابه يعاودونا قالوا لكم ما كيش بعيد عليها رانيا ما تكذبش راه كبير لا قالوا لك هي لا غنجي معليش تعاودونا تحبوا يعاودوا يسمعوا المقطع سيكو يدير ليكت الولايات كاع حربتهم ونقاهم وما خلى حتى عسكري منهم وانت تقول يكذب اواه يا العزيز يا والله غا يكذب ويخرط ويزيد ونعرفه مليح انا نكذب انا عيب عليها عيب عليها لو كان دارو تاع يما تقيه ولا تعرفوا با تكذب هذوما شفت عليهم معليش نعم نكملوا الكويز نعاودوا نوليو للاغاني فقط نحب نشكر محلات لاغوز على هذه الاطلاله الرائعه بشراكه بالعاصمه كذلك اطلالتك كريمه تحيه خاصه عليهم نعم وصاحب المحل محمد عمر قديماتي وكل العمال تاعو طبعا نعم وكذلك محلات الورود فلاورز باراديس نشكرهم على هذه الورود الجميله نعم يلا نكملوا معكم نواصلوا او نعاود نولي للاغاني هذه المره نروحوا نستمعوا الى اغنيه وين تحبست تكملوا لي الجمله تاع الاغنيه نفس الشيء كما شفنا في الافلام سهله يلا نروحوا نستمعوا اول اغنيه يا خليتي في قلبي جرح مازال حتى حبست الاغنيه حتى حبست انا رفدت يدي مش محسوبه وين حبست كملوا الكلمه وين حبست كملوا اصلا يعاودوا يعطوا هنا وين كملت الكلمه تكملوا لي الجمله يلا نرجع تعطونا الاغنيه يا خليتي في قلبي قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراش من بعدك انا وشنو من بعدك ما شفت انا فرح ومن بعدك انا ما نبراش فاصدق طالي فريق البطبوطات بجرح خليتي فيا كيما تبراش من بعدك ما شفت انا فرح يا واللي ما جربش ما يدراش خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراش من بعدك ما شفت انا فرح يا واللي ما جربش ما يدراش كملوا معاكم نواصلوا شحال رانا عباكم تلفني الحساب قولوا لي شحال رانا درنا النول كنا دو من بعد في الاخر حنا اللي ربحنا كنا دو خلاص نخلي هذه الاغنيه هي اللي تفصل هات وحده الاخيره هي اللي راح تفصل يعني نعاودوا 0-0 هذه الاغنيه هي راح تفصل والفريق الخاسر فريق الخاسر يديروا له ياكل قاطو فوالا يدوق الماكولات بمناسبه عيد المراه نعم يلا لا ريجي عطوني الاغنيه استمعوا ليها
الاغاني انا نمد في الافلام شويه. ما تدولهاش خباري ما تحكولهاش فيا شهر صار باللي راني نسوفلي وغيصني عمري ونبكى على ليام باللي ضيق الخاطري طاش صغري شفتها في المنام باللي الصحة طاحت والضحكة راحت وخبرها ما بان سألت الخير والحنان كل شي عليها كل يولي وما كان. الله يبارك عليكم. يلا كلكم رابحين الاثنين سواء الفريق الفني كريمة تقاسمنا كريمة ونور ورانيا ومرام كلكم رابحين فقط مسابقة باش نعملوا شوية جو شوية حماس. نحب كذلك نشكر ماريا ايفنت عفوا على هذا الديكور الرائع الخاص بهذه المناسبة مناسبة عيد المرأة. مشاهدينا فقط نروح ونشوفوا هذا التقرير. تهاني بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة نروح نشوف حرائر نساء الوطنية عاملات القناة إهداءاتهم تمنياتهم بمناسبة هذا اليوم وراجع لكم. بمناسبة عيد المرأة العالمي حبيت نهدي كل تحية إلى المرأة اللي وقفت جنبي حتى لحقت لهذه البلاصة اللي هي أمي. حبيت نوجه لها تحية ونوجه تحية لكامل عائلة بوكابوس. دونك اليوم العالمي للمرأة هو يوم نحتفي به بجهود المرأة عبر العالم، ومن هذا المنبر يعني أحيي المرأة الجزائرية وما تبذله من تحديات ومجهودات إلى جانب شقيقها الرجل. أخص المناسبة لأوجه أو أهدي باقة ورد إلى أجمل سيدات العالم، إلى أمي الحبيبة، إلى كل عنصر أنثوي في عائلتي، وأخص بالذكر الخالة جميلة، إلى زميلاتي الكريمات، وإلى كل نساء العالم. كل عام وأنتن بخير، كل عام وأنتن وردات في هذا الوجود. كل نساء العالم طبعا، لكل امرأة ناجحة، لكل امرأة مضحية، لكل امرأة قدمت ولا زالت تقدم، ممتنة لكل الأمهات، لكل الزوجات، لكل الأخوات. وأود أن أقدم تحياتي لكل نساء العالم بمناسبة يومهن العالمي، خاصة أمي الغالية أدامها الله وردة وزهرة في حياتي. عيدك سعيد وكل عام ونساء العالم بخير. بمناسبة 8 من مارس المصادف لي اليوم العالمي للمرأة، نحب نحيي كل نساء الجزائريات خاصة والنساء العربيات عامة. نحب نحيي الصحفيات كيما انتي وسام، كل صحفيات قناة الوطنية وكل صحفيات الجزائريات، نقول لهم عيد سعيد وكل عام وأنتن بخير. بلا ما ننسى يما أختي لينا وكاع خالاتي وعماتي وسلام. بمناسبة اليوم العالمي للعيد المرأة نقدم تهاني لكل المرأة الجزائرية والعربية، ونقدم تهاني تاعي للأم تاعي، نقولها صح عيدك الخياتي نريمان حنان نسرين والمرت خويا نسرين، ونقولهم صح عيدكم ولقيتك لافامي أصلاتي وعماري وبوخرس. كل عام والمرأة بألف خير، ودايما بقول لك يعني وراء كل رجل عظيم امراه، الامراه دايما موجوده ودايما لها دورها في الحياه. تحيه لكل امراه سواء كانت امراه عامله او هي ربه منزل، لانه الاساس كل حاجه صالحه في الحياه هي المراه الصالحه. بمناسبه يوم عيد المراه نتمنى عيد سعيد لكل نساء العالم وخاصه نساء الجزائر، نتمنى لهم ان شاء الله كل صحه وهناء وراحه واكيد تفوق ونجاح. نقدم تحيتي أكيد نقول عيد سعيد لأمي الغالية، لأختي ميمي ولأختي تاني حسيبة،
كل عام وانتم بخير. بت اليوم العالمي للمرأة، نتمنى ان شاء الله يكون يوم سعيد للمرأة الجزائرية، ونقول لها باللي اليوم تاعها ماهوش محصور في يوم واحد واللي هو 8 مارس، كل عام وكل ايام هو العيد تاعها. فقط نطلب انه نحنا يقدرونا ونقدروا احنا انفسنا، هذا ما كان. شكرا. مناسبة عيد المرأة نوجه تحية ليك زميلتي، نقول لك كل عام وانت بخير. اولا نوجه تحية ونقولها عيد سعيد للوالدة ديالي اللي ربتني وتعبت عليا، زوجة أخي أكيد نوجه لها تحية كبيرة ونقولها كل عام وانت بخير. نوجه كذلك أنه بهذه المناسبة نقول يعني لنساء العالم عامة كل عام وانتم بخير، والجزائريات خاصة كل عام وانتم بخير يا رب. شكرا. رجعنا عليكم مشاهدينا، اليوم عيدكم سيدات الجزائر وسيدات العالم، يعني المرأة اللي أوصى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي نصف المجتمع. وكما قلت لكم لولا وجود حواء لما كان العالم يعني كاد أن يكون. مرام حمديني نولي ليك، قمتي مؤخرا يوم ذكر منذ 3 أيام بنشاط، حكينا عليه. درنا هذا سي البرومي غروبمون في ولاية المسيلة، شغل روغروبمون فيمينا، تجمع خاص بالنساء فقط والفتيات والبنات في رياضة الجودو. بصفتي رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة النسوية للرابطة الولائية، حبيت ننظم هذا التجمع وين باش ننشروا ثقافة تاع الرياضة، علاه باسكو نروجوا الرياضة في ولاية المسيلة وبيان توت لي ريجون بيا ناسيونال ان شاء الله. وكان تحت كانت حاضرة معنا البطلة الأولمبية زهرة مشتي، الحاصلة على البطولة العالمية في 1982 بباريس، كذلك نعم. هي إعلامية أيضا، يعني كان ما كناش متخيلين يعني راح تكون فعالية ناجحة، وبإشراف من مديرة الشباب والرياضة. كذلك نشكر اللي وقف معي في هذا البرنامج واللي صح جونك مد لي يقدر عليه رئيس الرابطة خوجة عادل رابطة ولاية المسيلة، نشكره بزاف، قدم له التحية باسكو هو جونك انا حطيت شغل عطيت له ليدي هذه، هو ما رجعنيش اللور، حب عجباته ونفذناها ونشحت والحمد لله. والحمد لله تجاوب النساء كان كثير في هذه المنطقة ان بو سي ان بو جون كو كاين بنات حبوا يقيموا نقدر من 80% مليحه 80% نسبه مشاركه بصح لا جون في لاصال جوج سقسوني حابين نديروا سبور اي تو ما يكملوش هضره بصح شغل انا واش نقول لهم ديماري ابدا وخليها خليها تمشي هذه هي وهذه كامل جونغ كل البدايه كانت في الفورماسيون اللي درتها لنا سليمه سوكري في البروجي تنهينان، شارك فيه اكثر من 100 امراه، درناها هنايا في لاستيتو عين بنيان فورماسيون قرينا جونغ كو البرومي دوغري تاعك وين تقدري تمشي تخدمي في لا دي جي اس وبيان تحليها كصاله وين تعدي كوتش وتخدمي الحمد لله. الحمد لله نعم كريمه كريم يحيى وي نعم انت في تنشيطك يعني برنامج صباح الوطنيات اكيد نستضيف ضيوف من كل الفئات من كل المجالات نعم ربما هل هناك ضيف معين اللي قاعد لك في اليوم سيدات خليها المراه اليوم رانا في عيد المراه والله كانوا بنات يعني جازوا معايا مراهقات عندهم حرفه في يدهم يعني يرسموا رسومات رائعه رسومات رائعة جدا ولكن كاين وحدة يعني جلست معايا لي إكرام عطالي حفظة لكتاب الله يعني 60 حزب ما شاء الله يبارك ما شاء الله عليها يعني ويعني ناشطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهذاك الباساج يعني ماركاني طبعا وتحية لكل الضيوف من نساء نعم. ورجال نعم يلا نشوفوا انت سمية نعم نشوفوا انت يعني كشطيفة هكا ماركاتك والله من ضيوف برنامج صباح الوطنية كما على بالك كريمة هو برنامج يومي دائما نستقبل ضيوف من كل الفئات من كل المجالات فشوفي كل ضيف ناخذ وقتي معاه كل ضيف يعني نحب نستغل نعطي له حقه نحب نستغل المجال اللي راهو يعمل فيه ف يعني كل الضيوف سمية اليوم متحفظة أنا متحفظة والله اليوم كل الضيوف عندي هما مبدعين ومبدعات كذلك نعم أكيد
نعم رانيا، رانيا نولي ليك. رانيا إزميرالدا، انت في الناشطه طبعا كما قلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قولي لي رانيا، شحال النسبه اللي نقدروا نقولوا انه تمدي فيها حياتك اليوميه؟ شحال النسبه؟ يعني شوفي، نقدر نقول لك انا جو بارطاج تو في لو كادر تاع لا روتين تاعي، يعني في العفايس اللي بار اكزومبل اللي ديرهم اي امراه، تخرج تقضي تروح تمشي شعرها اكسيتيرا. باغ كونطخ كيما اي وحده تكون عندها اون في بريفي، هذيك لا في بريفي ما نحبش نبين فيها بزاف. مي سينو زعما في لي روتين تاعي ولا جو مي دون افون افيك ما كوميونيتي، ما نخبي عليهم والو. عطينا النسبه شحال هكا تبيني حياتك. حياتي الشخصيه؟ نعم حياتي الشخصيه ولا روتيناتي اليوميه؟ حياتك الشخصيه. حياتي الشخصيه ما نبينش بزاف، نبين تقدري تقولي 40% 40%. حياتي الشخصيه وروتيناتي اليوميه نقدر نقول لك 90% نبين. وهي حقيقه يعني روتينك اليومي اللي رانا نشوفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو حقيقه؟ لانه احيانا لما نشوفك المعجبين تاعك ولا لي كوميونيتي تاعك يتسالوا يقول لك صحيه عايشه هكذا؟ نعم شوفي دوك نفهمك. الانسان بار اكزومبل كيما انسان خدام، هو يدير لا روتين تاعو بنفسه، لازم عليه ينوض يروح للخدمه ايتو. انا هكا، انا في لي ريزو سوسيو كي على بالي بلي عندي اون كوميونيتي تبعني، وباش ما يقعدش هذاك الفراغ لازم نكري اون روتين اللي باش الناس كي تشوفني ماذا بيا النساء ولا يقتديو، زعما يقول لك اه هي يدير الميناج كل يوم، ماذا بيا انا تنت ندير الميناج كل يوم اوليو نقعد فهمتي في تليفون بار اكزومبل. شغل لازم عليا تكون عندي هذيك لا روتين، ومن بعد بالعقل بالعقل والفتها ولات صح اون دو مي روتين. فوالا هذه هي. نعم. طيب قولي لنا رانيا، هل من طرائف ولا حاجه هكا صارت لك مع لي زابوني تاعك وقعدت لك؟ طرائف لا غير توجور عباك شنو، انا يضحكوني لي رياكسيون تاعهم على زعما لي فيديو اللي نديرهم ولا، وخطرات زعما يجيني التهديد، تهديد زعما بالضحكه، تهديدات زعما كيما ندير لهم ستوري ولا يبعثوا لي هذوك لي زيموجي تاع المواس هذوك منا، شغل نحس روحي شغل يضحكوني فهمتي، يديروا شغل كيما عباد يكونوا بروش ليك. سينو طرائف توجور يصراو لي وننساهم، سورتو كي نتلاقى بهم على البرا ايتو، كاينين كامل لا ماجوريتي كي نتلاقى ويقعدوا واقفين ويبداو يقولوا هي ماشي باسكو نتبدل في الصح وفي الكاميرا دونك يقعدوا حاكمين كو بداو من حتى نروحوا ايه هنايا دوكا شنو تصوروا ولا نروح شغل تتلف لي واش ندير فهمتي. دونك كاينين بزاف صالح يصراو لي. طيب رانيا كيفاش تتعاملي مع الانتقادات اللي يجوك في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا يعني تكون اتصال مباشر بينك وبينهم؟ انا ما نكذبش عليك، شوفي الانتقادات البناء انا خدها بعين الاعتبار ونسي يعني نحسن سوسوا من الاخطاء، باسكو ما كاش انسان ما يخطاش، الانسان خطا اذا غلط نورمال نسي نعاود نرقلي روحي. باغ كونطخ الانتقادات يعني الاخرين ما نقدر نقول لك ما نسمعهمش مام با، ولا زعما اللي ينتقدك غير باش ينتقدك هذوك انا خاصه لما يكون انتقاد غير بناء يعني. هذا بوغ ما انا ما شغل ما سا مانتيغاس با، ما نكذبش عليك انا نحب توجور احيط نفسي بالايجابيه وبالتشجيع والحب، باسكو هذه هي العفسه اللي تخليك تزيدي تمدي افون. لو كان تخلي غير السلبيه تدور عليك هذه العفسه ماشي مليحه، راح تعاودي تطيحي. طيب كاين دي انفلونسوز بالك تبعيهم رانيا انت في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ايه كاين عندك؟ وي بيان سور كاينين يعني زميلات ايتو، فتقدري تقولي هذا سيت ان دومان كنتعرفوا فيما بيناتنا ايتو، دونك فوالا نتبعهم جو سوي انتريسي نحب نعرف واش يديروا. يعني انا نولي نحي هذاك لو ستاتيو تاع انفلونسوز ولا نولي لو ستاتيو تاعي تاع امراه عاديه وتحب تشارك يعني نعم. تحب تشوف واش يديروا الناس. اكيد عندك جمهور اللي يحبك. ماما انا نحبهم نموت عليهم. نور الهدى خليل شرفتينا في الاخير، نتمنى لك اكيد كل التالق، عندك مشاريع مستقبليه في الاخير واش تقدري تقولي لنا؟ نعيد الشكر على الاستضافه، يعني شكرا كثيرا. نشكروك على حضورك معنا، عيد سعيد مره اخرى. سينو على لا ميوزيك يعني ان شاء الله
ما زال يعني المشوار متواصل، والمجال تاع الموسيقى قدمت تعلمي فيه جميله، تقولي تعلمت ولا وصلت، وان شاء الله مازال المشوار تاعي في المجال الفني، يعني حتى يعني نوصل نحقق الحلم تاعي، يعني نخلي البصمه تاعي في المجال الموسيقى ان شاء الله. يا ربي مرام حمدي لك، كلمه في الاخير حبيتي تقوليها لنا؟ كلمه في الاخير، الحمد لله هذا كل شيء بفضل ربي، سي غراس ا مي بارون. الحاجه اللي وصلت لها هنايا كامل، كل واحد عنده فضل فاش وقف معايا، مي شغل الفضل كامل يرجع لوالديا. تحيه ليها بيان سير، تحيه ليها في الكواليس. واش نقول لكم، ماشي انا ماشي حنز نحبس هنايا، كل سوا في المجال الرياضي ولا المجال الالكتروني راح نكمل ان شاء الله، وراح تشوفوني انترناسيونال ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. رانيا ازميرالدا نورتينا اليوم بحضورك، شكرا لك. انا ما حبيت تقوليها، ميرسي بوكو تو دابور ليك والقناه الوطنيه على الاستضافه، ثاني على الحضور كامل اللي راهم لهنا، لي سبونسور اللي داروا هاد ليميسيون. وحبيت برك نوجه رساله يعني للمراه الجزائريه، لازم تكوني قويه، لازم شغل حاجه ما تطيحك، لازم تافونسي برك للقدام، وحقي كاع واش راكي حابه، اخدمي اقراي، باسكو سي اون فيغتي كي تشوف امراه قويه ورافده روحها بروحها. دونك فوالا، نتمنى لكم حظ سعيد، ونتمنى لكم يوم سعيد ثاني اللي تشاركوه مع صديقاتكم وفاميليتكم، فوالا الناس اللي تحبوهم. اي فوالا، وتحيه كبيره تانيت بيان سور بلا ما ننسى للام تاعي، الاب تاعي تانيت، الزوج، لا فامي تاع الزوج، وبطبوطاتي تانيت بيان سور. فوالا. شكرا لك. حكيتي على المراه، عفوا، حكيتي على المراه الناجحه، لكن سميه كذلك امراه ناجحه 100%. ما شاء الله، ما شاء الله. يعني هي زوجه وام، توفق بين دارها، توفق بين العمل ديالها، وجامي ديال الغطاء. لازم والله كريمه، هي حكايه فقط تنظيم، انه فقط نقول للبنات المقبلات على الزواج ولا انهم ما يخافوش، مسؤوليه بطبطاتي اكيد توفقي بيننا. فنفس الشيء، نعم فنفس الشيء، انسانه مراه يعني متزوجه مسؤوليه صح صعيبه، وتصيبها ناجحه يعني صح، هذا مثال. نعم. ولكن بمجرد يعني توالفي هذيك المسؤوليه وتنظمي وقتك تبيع تنجح، وما نعم. تقولش عندي يعني زوج ولا عائله. نعم طبعا. أفضل. كريمه في الاخير، كلمه اخيره. ان شاء الله نتمنى عيد سعيد لكل المراه الجزائريه، عيد سعيد الماما لخواتاتي ولكل النساء. نقول لكم تابعوا برنامج صباح الوطنيه اللي يجيكم كل يوم على قناتكم، قناه الوطنيه تي في. مشاهدينا فقط طبعا، تتفضل السيده ليندا معمري من طرف شركه بروستاب ستيب مود، اللي كان راعي الرسمي في هذا العدد الخاص من ورود الوطنيه، اللي راح يقدم الضيوف ديالنا اللي شرفونا اليوم بحضورهم قسيمه شراء بمبلغ 15000 دينار جزائري، وكذلك ورود من محلات فلاورز باراديس. تفضل السيده ليندا معمري. تفضلي سيدتي من طرف شركه بروستاب ستيب مود. نعم، نحب فقط نشكر كذلك محل غوز على هذه الإطلالة الرائعة، المتواجد بشراقة بالجزائر العاصمة. كذلك نشكر ماريا إيفنت على هذا الديكور الرائع، أمينة أوتمان على الحلويات. نحب كذلك فقط نحيي سواء كان فريق صحفي أو فريق تقني، نشكرهم واحد بواحد، على رأسهم يعني رفيق أكراب، هاجر، قاسم، ريم، سكريبت ديانا، إبراهيم زبار في الصوت، حسن كاميرامان ديانا، والمخرج محمد بن راشد. حفقت طبعا المدير العام للقناة سيد أحمد درويش، نقول له ألف مبروك اللي زادت عنده بنوتة أنفال، نقول له تتربى في عزك إن شاء الله. إهداءات فقط خفيفة، أحمد حمدي يهني الزوجة تاعو، حمزة حمدي كذلك يهني الزوجة تاعو، ووالدة طبعا رئيس تحرير رفيق أكرب جازيا أوكرين، والزوجة فازيا إيديون. يلا مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية هذا العدد الخاص، نقول لكم نشكركم على حضوركم معنا. دمتي أنت سيدتي المرأة المثابرة المبدعة في كل المجالات، نشكركم اللي قعدتوا معنا وتابعتونا من داخل وخارج الوطن. في الأخير فقط نخليكم مع إبداع
ابداعاتك انت، ابداعاتك نور مع اغنيه في الاخير. نقول لكم عيد سعيد وكل عام وانتن بالف خير. تفضلي نور. عشقي في الزين صاح غيوان وزاد جراحي، اجي يا عمري نغدرو شي كيسان ملاح، اجي يا عمري نغدرو شي كيسان ملاح. قلت لهم صبت الراحة بهواكم طاب فرحي، اجي يا عمري نغدرو شي كيسان ملاح، اجي يا عمري نغدرو شي كيسان ملاح. بيهم طابت السيغة وارتاح السقال، بيهم طابت السيغة وارتاح السقال. يا سعد من سعد سعدو، يا سعد من سعد سعدو، بلغ في المناقص دو، بلغ في المناقص دو، ربي ينصر ودو. إيبات على بساط تلي في راحة، مسح شي من المراحي حتى يعفو خلقي جوادو سماح، حتى يعفو خلقي جوادو سماح. ثلاثة زوا ومراحة هواهم طاب فرحي، اجي يا عمري نغدرو شي كيسان ملاح، اجي يا عمري نغدرو شي كيسان ملاح.